الاسبوع اللي بعده ان شاء الله يبقى الميد تيرم. انت الميد تيرم الاسبوع اللي بعده هيبقى بنسبه كبيره الميد تيرم. كده كده الميد تيرم جاي لك على 4 دروس. الميد تيرم كيكه على 4 دروس. الدرس الاولاني اللي هو مين؟ اللي هو المومنت ديستريبيوشن. الدرس الثاني اللي هو الديزاين سيكشن اللي هو الاير سيكشن والموتر سيكشن. الدرس الثالث ان شاء الله على الكراك ويبس. الدرس الرابع على الديب بين. اللي هيقل في الميد تيرم بتاع 25 لا يلومن على نفسه. بمعنى اصح في التنكات هتتعب شويه عشان تقدر تجيب درجه كويسه. تمام؟ فانت لازم يعني بالعقل كده انت تجيب درجه كويسه في الميد تيرم الاولاني. لان الوقت دلوقتي اللي احنا بنشرحه ما اعتقدش ان هو فيه صعوبه. حتى الدرس النهارده ان شاء الله ايه هتلاقي ان الدرس معظمه قوانين والقوانين دي ما تحفظهاش موجوده في شاكر البحيري صفحه 319 و320. القوانين دي طبعا هتلاقي في قوانين بقى الكود الجديد اتغيرت. فانت هتنقل القوانين اللي انا او معنى صح الفاكتورز هي ارقام اللي اتغيرت هتنقلها في الكود في شاكر البحيري عندك فقط لا غير. فاهم كده؟ يعني قصدي ايه؟ ان انت ما تحفظش القوانين بتاعت الشيل او بتاعت المومنت او اي قوانين انا هكتبها على الايه؟ على البورد ما تحفظهاش. اهم حاجه تفهم الكونسبت ماشي ازاي. ركز معايا بقى كده. انا ان شاء الله ده اسمه الدرس اللي انا جاي اشرحه النهارده ان شاء الله اسمه ايه؟ ايه هو الدي بيم ده؟ ركز معايا اقفل معايا. لا هو درس طويل احنا هنقعد 2:30 ولا 3. تمام؟ انت اللي بايدك تخلصه في 2 ساعة تخلصه في 3. ركز معايا بقى. بص يا شباب دلوقتي اي تانك في الدنيا بيكون مليان ميه. التانك بيكون متكون ايه؟ الميه بتجمع على ارضيه الخزان. بتجمع على مين؟ ارضيه الخزان. انا دلوقتي حرب ما بين درس النهارده وبين التانكات لان هو كده كده ايه؟ درس النهارده هي خطوه من مسائل التانك. فاهم كده؟ يبقى انا بالنسبه لي ميه التانك بتروح على ارضيه الخزان ومن الارضيه بتروح لمين؟ لحته الخزان ومن حته الخزان للعمود. تاني كده؟ هو انت مش اي سيستم في الدنيا مش حملي انا بيروح على بلاطه والبلاطه مين اللي بيشيلها؟ كاميرات صح كده؟ والكاميرا مين اللي بيشيلها؟ عمدان او كاميرات زيها وهي بعد كده ترمي على عمدان وبعد كده العمدان على ايه؟ على فاونديشن. تمام كده؟ طب انا همشي الفكره دي على التنكات ازاي بقى؟ حمل الميه هيروح على بلاطه اسمها ارضيه الخزان. وارضيه الخزان دي اللي هي البلاطه مين اللي هيشيلها؟ حته الخزان اللي هي اسمها الكاميرا. حته دي ليه؟ حته دي الخزان اللي هي اسمها ايه؟ كاميرا. بس الكاميرا دي بالنسبه للارضيه انت مش واخد بالك ان هي انفيرتد يعني كاميرا مقلوبه صح كده؟ يبقى انا بالنسبه لي حته الخزان كاميرا مقلوبه مش احنا خدنا كاميرات يا ساقطه يا مقلوبه. بالنسبه لي بقى حته الخزان اللي هي كاميرا الخزان اللي هي دي بيم اللي هي دي بيم. عرفت منين بقى؟ لان حته الخزان دي بتكون من اول لاخر الدور. يكون من اول لاخر دور يعني يعتبر حته الخزان الدبس بتاعها اللي هو التي بتاعتي بالنسبه لي اللي هو مين؟ ارتفاع الخزان. يبقى دبس كاميرا دبس كاميرا بتاعت التي بيم هو مين؟ هو ارتفاع الخزان. تمام كده؟ طب عرض الكاميرا نفس العرض اللي انت بتفترضه قبل كده اللي هو 25 سم 30 سم ما ينفعش يبقى 12 ما ينفعش يبقى ايه 12 يعني اقل عرض كام عندك في الدي بيم؟ العرض نفسه اقل عرض كام؟ 250 متر يعني كده 300 وخمسين على حسب ما تقول ايه؟ اداله جبل. ما تحاولش تكتب انا بقول لك عشان انا هقول كلام كتير فانا عايزك تفهم وما تحاولش تكتب. تمام كده؟ فبالنسبه لي الحته بتاعت الخزان شايله مين يا شباب؟ شايله الارضيه. انت مش واخد بالك ان حته الخزان شايله الارضيه وبعد كده في مرمي على العمدان صح كده؟ بالنسبه لي انا ده 3 دي فانا عندي ان ده اسمه اكس دايركشن وعندي ده واي دايركشن. انا قلت لك المسافه بين العمودين دول اتجاه واي دايركشن المسافه دي 4 متر والمسافه الاكس دايركشن المسافه بتاع اكس دايركشن فيها كام عمود؟ 2 صح؟ انا قلت لك حط لك عمود في النص. بالنسبه لي الكاميرا دي كام سباق؟ 1 2 صح؟ يعني كونتينيوس. طب دي في اتجاه مين؟ اكس اتجاه واي. بالنسبه لي عندي الكاميرا دي سيمبل ولا كونتينيوس؟ سيمبل عشان فيها ايه؟ عمودين فيها ايه؟ عمودين. فبالنسبه لي الديب بيم اللي هي تبقى سيمبل اللي هي تبقى كونتينيوس. طب الكونتينيوس دي 2 سبان بس؟ لا ممكن تبقى 3 ممكن تبقى 4 راحت الدكتور. فاهم كده؟ فبالنسبه لي تبقى عندي الكاميرا الديب بيم يا سيمبل يا مين؟ يا
يا كونتينيوس، وانا بديك الابعاد دي كانت كونتينيوس 4 متر و 3 متر، وارتفاع ارتفاع حجم الكذاب 4 متر. ركز كده معايا كده، انا اديتك ايه؟ اديتك ابعاد، ابعادي ابعاد الكاميرا الجديد دي كذبان وكمين وكدبس وكعرض. يبقى انا اديتك ثلاث ايه؟ ابعاد في 3 دايمنشن. في مشكله كده؟ طب يعني البي دي ممكن 250 يا 300 يا 350 يا 400. قلت له بقى الدكتور ايه هيديها لك؟ بس الدكتور دايما بيشتغل على الدور. البي 250 وكام؟ و 300. طب انت عايز توصل ليه برضه؟ هو انت مش واخد بالك ان الحيطه ازاي؟ اللي هي الكاميرا بقى. يعني كان هتكلم اسمها حيطه، بس انت عارف ان هي اسمها ايه؟ كاميرا. مش الكاميرا دي بتاع حيطه الخزان دي شايله او حيطه الخزان وشايله سقف الخزان، صح كده؟ يعتبر الحيطه بتاعت الخزان شايله ارضيه الخزان اللي عليها ميه وشايله مين؟ السقف. ما هو اكيد اكيد الخزان لازم يكون متسقف. ليه؟ عشان التراب ما ينزلش جوه الميه. تمام كده؟ فدي بالنسبه لي اسمها ايه؟ سقف الخزان. ما تيجي كده نرسم الليفيجن الكاميرا، السمبل والليفيجن الكاميرا مين؟ الكونتينيوس اللي هي الكسبان، السمبل قايل لك ايه؟ بص 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 دي كده الكاميرا بتاعتك، تمام كده؟ من سنتر لاين العمود، سنتر لاين العمود المسافه دي اسمها ايه؟ ال تي، اللينس التوتال، اللينس ايه؟ التوتال ما بين وش الكاميرا ووش الكاميرا اسمه ال ان. احفظ بقى ايه لو الحاجات دي اللي هي المسميات دي، المسميات دي هتفيدنا في القوانين اللي انا بقول لك عليها، اللي هو انت اصلا ايه؟ مش هتحفظها، موجوده في شاكل. تمام كده؟ دي ال تي ودي ايه؟ دي ال ان، واكيد المسافه من اول هنا لغايه هنا هو ده مين؟ درس الكاميرا اللي هو ارتفاع الكاميرا، طبعا دي اللي هو ايه؟ الارتفاع، في مشكله كده؟ طب في انت عايز توصل ليه برضه؟ هو انا مش عايز اوصل ان كده كده لسه قايل لك ايه؟ ان كده كده الكاميرا دي راجعه على الدان، الكاميرا دي شايله بلاطتين، بلاطه سفليه وبلاطه علويه، بلاطه سفليه اسمها ارضيه الخزان وبلاطه علويه اسمها ايه؟ سقف الخزان. يعني بص بص يعني انا اقول لك هنا ده لود رقم واحد، واقول لك هنا ده لود رقم كام؟ اثنين، صح كده؟ اللود الاولاني اللي هو ده بي 1 اللي هو ارضيه الخزان، واللود الثاني اللي هو ده بي 2 اللي هو مين؟ سقف الخزان. في مشكله؟ طب انا جيت لك في الامتحان، انا دلوقتي فهمتك ربطت لك ما بين الدي بي وبين الايه؟ التنكات. انا دلوقتي بدرس الدي بي، انا بقى مضطر ان انا احط لك لود فوق ده؟ لا مش شرط. ممكن الدكتور يعمل ايه؟ ما يحطكش ما يحطش لود تحت. انت عندك اعتراض؟ لا ما عندكش الاعتراض. ليه؟ لان انا دلوقتي بدرس الايه؟ الدرس لوحده، ما ربطتوش بالايه؟ بالخزان. انا فهمتك دلوقتي، انا فهمتك ايه دلوقتي؟ يعني في التنكات انت هتحط لي كام لود؟ اثنين لود، تمام كده في التنكات. بس دلوقتي الدكتور شال اللود اللي تحت وحط اللود اللي فوق، يبقى هو عمل حركه، خد اللود اللي تحت واللود اللي فوق، جماعه هنحطهم فوق، زعلان ليه؟ حد فاهم حاجه؟ يعني انت عشان ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي، فهو عمل ايه؟ جمع الاثنين وحطه فوق، تمام كده؟ حطه فوق وحط تحت، ما حطش فوق وحط تحت، تفرق معاك؟ ما تفرقش معايا، تفرق معايا ايه بقى؟ لان لو حطيت هنا يا شباب ده بي 1 مش دي كاميرا سيمبل؟ يعني بالنسبه ليا كاميرا سيمبل هي دي. ما بين السبورت والسبورت يا شباب هي دي بالنسبه لي اسمها ايه بقى؟ ال تي. اوكي ما بين السنتر لاين، السنتر لاين هو ده بالنسبه لي اسمه ايه؟ ال تي. ليه انا بقول لك كده؟ عشان لما اديك انا في الامتحان، لما اديك انا في الامتحان ده بي 1 وده بي 2، انت عشان تروح تطلع السترينج اكشن اللي على الكاميرا، السترينج ايه؟ سترينج اكشن. مش اي كاميرا في الدنيا عليها ثلاثه سترينج اكشن، مومنت وشير وتورشن، صح كده؟ التورشن اللي كان بيقاوم مين يا شباب؟ الدبس والعرض، صح؟ وانا عندي الدبس كبير قوي، فاستحاله يكون في تورشن، عشان كده التورشن بايه؟ بنجلكت، بنعمل له ايه؟ نجلكت، نقله بزيرو، فيعتبر كده ان السترينج اكشن اللي على الكاميرا دي بيبقى مين؟ مومنت وشير. مومنت وايه؟ مومنت وشير. يعني انا كده عايز قيمه المومنت وعايز اروح فين ايه؟ قيمه الشير. المومنت اجيبه ازاي؟ طب دي كاميرا سنتر، صح؟ عايز اجيب اللود على الكاميرا سنتر. اللود على الكاميرا سنتر ايه يا شباب؟ دبليو 1 زائد دبليو 2 اللي هيجيب الاثنين دول بس هديله زيرو. ما حدش ينسى مين بقى؟ وزن الكاميرا. وزن ايه؟ وزن الكاميرا. هو انا مش لسه قايل لك ان دبليو 1 ودبليو 2 ده سقف الخزان وارضيه الخزان؟ طب مش اي كاميرا في الدنيا لها وزن، صح كده؟ فلازم تجمع العجين ده اللون. يبقى هو ده بالنسبه لي يا شباب اللون التوتال اللي جاي على الكاميرا. اللون ايه؟ التوتال اللي جاي على الكاميرا. في مشكله كده؟ حلو. يبقى ال دبليو توتال هو دبليو 1 دبليو 2 زائد ايه؟ اون واي. انا ما حطيتلكش دبليو 1، يبقى بالنسبه لي دبليو توتال دبليو 2 زائد مين؟
لون وين؟ في مشكلة كده؟ طب واللون لون وين ده يا باشمهندس بيجيبه ازاي؟ أي واد بكاميرا في الدنيا بيساوي إيه؟ كاميرا بيجي تي لون وين بيساوي؟ كاميرا كونكريت دي بتجيب مين؟ البي أنا هكون مديهولك يا بكام يا بكام؟ 250 إيه؟ 300 لا يعني معنى صح 25 وربع في كي اللي هي البي عندي هنا بكام؟ 4 متر ده اللي هيجيب فين يا شباب؟ اللون وين؟ دي النيوتن اللي ايه؟ للمتر في مشكلة كده؟ هتجمع اللون وين؟ زائد اللود اللي انا بقول لك اللي هو W1 و W2 يبقى انت كده جبت مين؟ اللود التوتال تمام كده؟ هقول تاني كده جبت مين اللود التوتال؟ انا دلوقتي عايز اروح اصمم صح؟ فطالما هروح اصمم يبقى هعمل ايه؟ هجيب لود اكتر مش انا بروح اصمم وانا بعمل حاجة اسمها تشيك ستريس في ديزاين سيكشن مش كنا بنعمل حاجة اسمها تشيك ستريس في الوتر سيكشن؟ لا هنا مفيش الكلام ده لان كده فانا بعمل ايه اوتوم يعني لو الدكتور ادالك اللود وركينج ما تاخدش اللود تشتغل بيه على طول تجيب حديد لازم تضربه في كام؟ فاكتور اوف سيفتي اللي هو كام بقى بالنسبه لي؟ يبقى ال W اوتوم يساوي 1/4 ال W مين؟ وركينج في مشكله كده؟ يبقى انا ده كل الافكار لغايه دلوقتي الايه؟ اللي الدكتور بيعملها لو يعني ادالك وركينج اضربها في مين؟ 1/4 في مشكله؟ طب انا دلوقتي لو انا دلوقتي تمام انت المده تمام ابتدي اشتغل ازاي بقى احل ازاي؟ عشان انا بقول لك انا عايز اطلع تو سترينج اكشن عشان اجيب التسليح للتو سترينج اكشن اللي هو مومنت وشيل يبقى انا اكيد عايز اجيب التسليح للمومنت وعايز اجيب التسليح لمين؟ للشيل في مشكله؟ طيب انا دلوقتي المفروض بدايه اي مساله عشان اتاكد ان الكاميرا بتاعتي دي بي لازم اول خطوه اعمل حاجه اسمها ايه؟ تشيك دي بيم اللي تشيك دي بيم بيساوي ايه؟ بيساوي ديبس الكاميرا على اثبات التوتال للكاميرا المفروض يطلع اكبر من كام؟ من 8 من 8 تعمل لي تشيك ده الدبس ده بيساوي ايه؟ ده الدي صح؟ عندك الدبس يا شباب بيساوي الدي ناقص الكفر، الكفر عندنا 150 مللي عندنا الكفر بكام؟ 15 سم عندنا الكفر كام؟ 15 سم هتقسم الدبس على مين؟ على ال دي وتعمل ايه الخطوه دي؟ هتلاقي اكبر من 8 وانا بقول لك اه بنسبه كبيره هتطلع اكبر من 8 يبقى كده ايه؟ اذا دي بي كده اول خطوه صح؟ تاني خطوه عايز اروح اجيب مين بقى؟ المومنت، تاني خطوه عايز اروح اجيب مين؟ الشير، عشان اروح اعمل ايه؟ عشان اطلع تسليح سواء للمومنت سواء للايه؟ سواء للشير، انا عندي الكاميرا دي سيمبل صح؟ الكاميرا سيمبل دي مش المومنت سيمبل كده؟ يعني ده كده الشد تحت الضغط فوق صح؟ اي مومنت في الدنيا مش بيبقى فيه قوه مشدوده وقوه مضبوطه ما بينهم مسافه اسمها ذراع العزل اللي هو سي تي كومبريشن المسافه بين الكومبريشن والتنشن سي تي تمام كده؟ أنا بقى عايز أعمل إيه؟ عايز أجيب فورس تنشن دي. أنا عايز أجيب إيه؟ فورس تنشن. يبقى عشان أجيب فورس تنشن لازم أجيب مين؟ المومنت. أجيب المومنت إزاي؟ ركز بقى معايا لأن الدكتور بيلعب قوي بيها. السيمبل من المسائل المفضلة للدكتور في الميد تيرم. بيحب يجيبها قوي. وبيحب يجيبها رخمة كاستراكشن. بيحب يجيبها رخمة إيه؟ كاستراكشن. ليه؟ الكونتينيوس رخمة كاستراكشن. بس السيمبل مش رخمه كاستراكشن انت عندك كام مجهود عندك مجهودين انت لما تجيب المومنت عند نقطه تعرف تجيب الرياكشن ايه عند نقطه ثانيه لغايه دلوقتي انا بدي لك اللود يونيفورم صح يعني لو الدكتور جاب لك نفس المساله وقال لك ايه حط لك هنا لود دبليو 1 ما حطش فوق حاجه حط لك هنا كده فوق كونسنتريتد لود والمسافه من الكونسنتريتد لود لغايه وش الكاميرا ثمانك 2 متر والليزبان عندك 6 متر ركز معايا بقول لك لو سمحت انا عايز ايه؟ عايز حد يطلع لي المومنت تعرف تطلع المومنت؟ الكاميرا دي حواليها ليه؟ كاميرا سيمبل ايه؟ هتحط لي لود هنا من اول لاخر لو كنت ايه دبليو توتال لو بيساوي مين؟ دبليو 1 زائد مين؟ لون وين؟ زائد مين تاني؟ البي هتحط لي هنا البي البي دي لابي 1 المسافه ما بين دي لغايه نهايه سبورت لغايه نايت سبورت اللي هي بالنسبه لي السنتر لاين انا من دي 2 متر يبقى انا اكيد ناقص مين؟ نص مسافه العمود دكتور لو ما جابش سير عن مسافه العمود افرض ان العمود نفسه 500 50 ب 50 دول كام؟ 50 ب 50 فانا اكيد عارف بقى المسافه دي اللي هي 2 وكام بقى؟ 2 وربع حد فاهم حاجه؟ يبقى انا كده عرفت المسافه دي كام؟ 2 وربع تعرف حضرتك تطلع لي المومنت هنا؟ ايوه احسب الرياكشن ايه؟ احسب الرياكشن صح؟ في مقوله احنا كنا قلنا كده استراكشر بنقول لك ايه؟ ان الماكس مومنت
الماكس مومنت عند الزيرو شيل، عند ليه زيرو شيل يعني بمعنى اصح طالما في كونسنتريتد لود واحد، طالما في كونسنتريتد لود واحد الزيرو شيل بالعقد في الكاميرا زي ايه هيبقى شكلها فين؟ انت اصلا لو جيت رسمت الشيل فعلا اللي دي هتلاقي بس تطلع كده راح كده بيعمل ايه؟ هتمشي تمشي تمشي تنزل اهو اهو ده شكل الشيل؟ لا يعني صح؟ الزيرو شيل موجود فين؟ عند كونسنتريتد لود. طالما الزيرو شيل عند كونسنتريتد لود يبقى اكيد الماكس مومنت عند كونسنتريتد لود. ده لو عندك ايه؟ كونسنتريتد واحد فانا عارف الزيرو شيل فين. طب لو الدكتور جاب لك تو كونسنتريتد لود مش هتعرف الزيرو شيل فين، لازم تروح ايه؟ فعلا تحسبها كونستراكشن لان انت ما تعرفش يا ترى الزيرو شيل عند كونسنتريتد لود الاولاني ولا الثاني ولا ما بينهم، وبالنسبه كبيره بيطلع ما بينهم. بالنسبه كبيره بيطلع ايه؟ ما بينهم، ما بينهم دي يعني انا قصدي مش في نص الاسبان. يعني انت هنا عندك الماكسيموم عندي 6 هو الماكسيموم مومنت عند 3 ده عند مسافه كام؟ 2 وربع. فاكيد اكيد يعني بمعنى اصح تعمل ايه؟ هتجيب المومنت هنا عشان تجيب الرياكشن ده صح؟ سمشن اف واي سمشن اف واي هتروح تجيب لي مين؟ الار 2 تمام كده؟ ده عشان ايه؟ تتاكد يعني من حساباتك. اصلا انت لو جبت ده ضربته المسافه دي عرفت تجيب مين؟ الماكس مومنت على طول. يعني ده لو جبت المومنت هنا جبت الار 1 ضربته في المسافه اللي هي 2 وربع انا لو جبت عرفت تجيب مين؟ الماكس مومنت. يبقى هو ده المومنت اللي هحطه واروح بعد كده اصور. في مشكلة؟ في مشكلة؟ بس أنت مضطر تجيب الرياكشن التاني، ليه بقى؟ عشان الشير، أنا لسه بقول لك الشير، صح؟ الشير ده اللي هو مين؟ هو أكيد الرياكشنات اللي عند السبورت. في مشكلة كده لغاية دلوقتي؟ بس أكيد برضه بالعقل كده، بالعقل كده، الماكسيموم شير هيبقى موجود فين؟ ناحية الكونسنتريتد لود القريب من السبورت. يعني أكيد برضه الشير الماكسيموم بتاعي اللي هو أر مين؟ أر واحد ناحية إيه؟ ناحية الكونسنتريتد لود. أنت فاهمين أنا بحاول أعمل إيه؟ بحاول إن أنا أقول لك إن الأكل ما تجيبليش أر 2 يعني ما تضيعش وقت في الامتحان. فاهم قصدي؟ يعني نجيب ار 1 نجيب المومنت والار 1 هو ده بالنسبه لي مين؟ الشيل. في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ في مشكله؟ حلو. يعني لو انا جبت لك كاميرا زي دي بالشكل ده على فكره انا بقول لك كل الافكار ركز معايا. دي دبليو 1 دي دبليو 2 كاميرا زي دي عشان احولها لكاميرا ايه؟ خط وسبورتين، هي دي كاميرا خط وسبورتين. تمام كده؟ كاميرا خط وسبورتين دي هحط عليها اللود ازاي؟ دبليو 2 ده يساوي مين؟ دبليو 1 زي دبليو 2 زي مين؟ لون وين؟ خد لي مين؟ تو كونسنتريت، محدش يقول لي ان دول يعني هحطهم فين؟ احطهم هنا؟ احطهم هنا؟ والمسافه دي بقى؟ واحد وربع، محدش يقول لي واحد، واحد ومين؟ وربع، يبقى المسافه دي كام؟ واحد وربع المسافه دي كام؟ 75 واحد 75 رسمة الشير، رسمة الشير، أنا هرسم لك شكل رسمة، يعني رسمة الشير، كاميرا زي دي هتبقى عاملة إزاي؟ ده كده كده فينا الأكشن صح؟ هتجيب المومنت هنا حوالين نقطة أو عشان تجيب مين؟ الأر واحد يبقى سبميشن المومنت حوالين أو بيساوي زيرو عشان تروح تجيب لي مين؟ الأر واحد سبميشن الإف واي بيساوي صفر عشان تجيب لي مين؟ الأر اتنين شكل رسمة الشير طالع نازل عشان ينزل. ها مين قال لك ان ده هينزل لتحت؟ مش هيحصل يوصل لهنا. ده كده يعني ايه؟ يعني كستراكشر صح؟ شكل الكاميرا كمومنت فعلا هيبقى كده طالع ماشي نازل ماشي نازل ماشي طالع. هتفهم حاجه؟ تاني ده الشكل طالع لما يجي تنزل باليونيفورم لود عمره ما هينزل لمين؟ للخط بتاع الايه؟ بتاع الكاميرا. يبقى كده لا لا انت دي ايه؟ لسه نازل بميل تاني بمعنى اصح هو هنا زيرو شير. انت عارف مكانه؟ هي دي بقى المشكله. دي دكتور اللي لعبها مره وشوف كده هيلعبها تاني. انت هنا عندك الزيرو شير فين؟ على مسافه اسمها ايه؟ اكس. يبقى انا مطالب ان انا اجيب مسافه اكس دي. مسافه اكس دي اجيبها ازاي؟ مش عارف مسافه ازاي؟ مش انت عندك ده مسافه؟ ده مثلث صح؟ المثلث ده مع مين؟ مع ده. وانت كده كده ايه؟ تعرف تجيب القيم تحت الايه؟ تحت اللون. شابه ده مع ده. هتعرف تجيب الايه؟
ونشوفها في الاخر. في مشكلة؟ ما انا صح انسان مثلثات عشان بس ما تقوليش انا مش عارف اعملها، وموجود عندك في الملزمة عشان بس ما تتكلمش. بس انا بفهمك ايه؟ كذا طريقة الدكتور ممكن ايه؟ يلعب عليك، ودي بالذات انت اوريدي مش عارف مين الاكس، وكمان بالمرة انت لازم تجيب لي مين ومين بقى؟ الار 1 والار 2، لان انت اوريدي مش عارف مين الرياكشن الكبير. صح كده؟ مش عارف مين الرياكشن الكبير ليه؟ لان في مسافات مختلفة، وممكن انا اكون مدي لك البي 1 والبي 2 ديت واحدة مثلا 50 كيلو نيوتن او لا 500 كيلو نيوتن، واحدة 600 كيلو نيوتن، وبرده ليه؟ الدنيا ما بتظبطش قوي، يعني بمعنى صح لو انا بعيد انا هقول لك المسافة دي كبيرة واللود ده كبير، يبقى كده الرياكشن ده ايه؟ كبير. بس ممكن الدكتور يلعب بطريقة ما يجيب لك ايه؟ ان المسافتين زي بعض بس اللودين متساويين 500 و500، فاوريدي ما تعرفش ايه؟ اللود الكبير فين؟ فانت لازم ايه؟ تروح تحسبها افضل. اللي شايف انا بقوله استراكشر، تروح تجيب الايه؟ الرياكشنات، عشان الرياكشنات دي هي اللي هتفيدني في مين؟ في الشير بعد كده. في مشكلة لغاية دلوقتي في السنجل، كاسترينج اكشن اطلعها ازاي؟ كاسترينج اكشن انا لسه ما صممتش. في مشكلة كده؟ حلو. عايز صلاة ولا صلاة خمسة؟ كبر معايا. كده يا شباب، كده يا شباب، أنا طلعت حاجة اسمها إيه بقى؟ الاسترينينج أكشن. اللي هو مين ومين؟ المومنت ومين؟ الشير. المومنت أنا ما طلعتش، الشير بيني وبينك أنا ما طلعتوش. بيني وبينك أنت الشير إيه؟ أنا لسه ما طلعتوش، بس هقول لك هنجيبه إزاي دلوقتي؟ بس أنا أوريدي طلعت مين؟ المهم سواء بقى ده بي ال سكوير على 8، سواء في كونسنتريت في النص يبقى ده بي ال سكوير على 8 زائد بي ال على 4، مش في النص يبقى هتروح تجيب لي ليه؟ رياكشن وتضربه في مسافه عشان تجيب لي الماكس مومنت عند الزيرو في شيء. في مشكله كده؟ حلو كده انا جبت المومنت. اي مومنت في الدنيا بيساوي ايه؟ قوتين متصادفين في المقارنه بين التنشن والكومبريشن. عايز تجيب لي قوه التنشن عشان الخرسانه ما تشيلش تنشن، عشان احط ايه؟ حديد ناحيه التنشن. اهو التنشن الالتي بيساوي ايه بقى؟ المومنت الالتمت اللي انا عندي على مين؟ الواي سي تي. الواي سي تي قيمته بتساوي ايه يا شباب؟ الاقل من قيمتين، الاقل من ايه؟ من قيمتين، بوينت 8 6 ال ال ان بوينت 8 6 ال مين هي ال ال ان بقى؟ لا دي هي ايه؟ الوش الوش. فعشان كده انا هكون مديك الزبان ده، الزبان ده اللي هو كام؟ 4، والديبس ده كام؟ 4، يعني دي كده قيمتها 4 متر، دي كده قيمتها كام؟ 4 متر. يبقى انا اكيد ال ان بتاعتي اللي هي مسافه من السبورت للسبورت، يعني كام من الاخر ال ان؟ 3.5. يبقى ال ان بكام؟ 3.5. ليه؟ شلت ربع وربع، نص العمود ونص العمود. في مشكله؟ يبقى انا هقسم مين؟ سوري هضرب ال ان بكام؟ بوينت 86% اللي هي 3.5، والقيمه الثانيه 87% من الجبس. هتختار ايه؟ يبقى انا هختار مين يا شباب؟ الاقل من القيمتين، دي الواي سي تي. اقسم المومنت على مين؟ على الواي سي تي. هتطلع اللود بالكيلو نيوتن. في مشكلة؟ طب انا عايز حديد، انا عندي تنشن فورس عشان اجيب الحديد يساوي ايه؟ الاي اس تي التنشن فورس على مين يا شباب؟ اف ان ده جوه سبيس، اوعى تنسى مين؟ بيتا كراك. في مشكله كده؟ هتطلع لي مين يا شباب؟ الاريا سي بالمليمتر سكوير، اوعى تنسى الاريا سي منه. الدكتور وهو بيصحح بيبص على دي، مش بيبص على دول، لان دول انت عارفهم. اي تنشن في الدنيا بيساوي مومنت على ايه؟ على مسافه. تمام كده؟ فالاريا سي منه انت عندك ثلاث قوانين، فاي حكيناها بتكتب القانون ده 15 على 100 البي في مين؟ البي اللي هو مين يا شباب؟ عرض القمر اللي هو كام؟ 250، والدبس اللي هو كام؟ اللي هو تي ناقص 150 مللي. دي مشكلة كده؟ في حضرتك جبت مين؟ اللي هي المينيمم بالمليمتر سكوير، ومن هنا هتطلعها برضه بالمليمتر سكوير، هتاخد مين بقى؟ الأكبر ما بين الإيه؟ ما بين القيمتين دول، في مشكلة كده؟ في مشكلة كده؟ حلو. كده بالنسبه لي الدور سيمبل خلص ولا كده؟ انا جبت مين؟ الحديد. تمام كده؟ كده انا جبت مين؟ الحديد. في مشكله بقى دلوقتي في الحديد بتاع المومنت البوست بتاع الكاميرا السيمبل. حلو قوي، نفس القصه اللي انا طبقته في المومنت الايه؟
سيمبل عايز اطلعها في الكونتينيوس. هي كونتينيوس، تعالى كده هاخد الجامعة دي اطلعها بره اهي. المسافه الاولانيه من سي جي لسي جي ده كام؟ 4 متر. والمسافه الثانيه من سي جي لسي جي ده كام؟ 3 متر. والارتفاع عندك كام؟ 4 متر. في مشكله كده؟ دي كده الكاميرا، تمام كده؟ انا عندي هنا الكاميرا دي مخصوص بان، انا كده يكون عندي مومنت بوزيتيف ومومنت ايه؟ مومنت نيجاتيف. طبعا حوار النوز اللي انا حكيته هنا مش هحكيه هنا. ليه؟ لان برضه نفس القصه الدكتور هيدالك ايه؟ تعتبر بالنسبه لي عندي صفين او دورين، يبقى انا اكيد هيكون في هنا لود وهنا في لود. اكيد في هنا لود صح؟ بس انا وديتها لك كده، الكاميرا دي لما تيجي تشتغلها ترسمها ازاي؟ ترسمها لي كده، تقول لي يا باشمهندس انا هديك الكاميرا 3 متر ولا 4 متر، اللود على الاسبان اللي على اليمين ده بي 1 زي ده بي 2. والاسبان اللي على الشمال يعتبر بالنسبه لي مين؟ ده بيو 2 واوعى تنسى مين بقى؟ يبقى ده بالنسبه لي كده توتال ده بيو توتال 1 وده كده بالنسبه لي ده بيو توتال مين؟ 2. في مشكله كده؟ انا عاوز الدكتور يلعب بقى براحته في كونسنتريت لو تحت فوق هتنزلوا لي فين؟ هتنزلوا على الكاميرا. في مشكله؟ هنا تيجي المشكله بقى الكاميرا توز بان، تمام كده؟ انت لو في كونسنتريت لو او ما فيش كونسنتريت لو انت لازم تروح للاستراكشر. هنا دي المشكله، حلها بطريقه اسمها 3 مومنت ايكويشن. مظبوط. تمام كده؟ حلها ايه؟ 3 مومنت ايكويشن. طبعا 3 مومنت ايكويشن مش هشرحها، تمام؟ بمعنى اصح انت لما تحلها 3 مومنت ايكويشن هيطلع لك شكلها عامل ازاي؟ هيطلع لك شكل المومنت كده. اللي هو مين ومين؟ مومنت واحد، مومنت اثنين بوزيتيف، ومومنت ثلاثه نيجاتيف. انا لغايه دلوقتي بشرح المومنت ما دخلتش في الشير، فمش عارف اسم الشير. تمام كده؟ في مشكله في دي؟ يعني انت ايه؟ هتروح تحل لي دي ايه؟ ستريم انتجريشن، تمام؟ المساله ديت ستريم انتجريشن الدكتور بيحط عليها 15%، يعني دي لو عليها 60 تحط عليها دي 15، يعني ربع درجه المساله كان ايه؟ استراكشر، تمام؟ فلازم تروح تعملها له. تمام؟ ستريم انتجريشن هتروح تدرس، هتذاكر ستريم انتجريشن موجوده بره في الملزمه عشان ما حدش يتكلم، تمام كده؟ موجوده بره، بس انا مش هشرحها. تمام؟ ركز بقى معايا كده، انا جبت المومنتات صح؟ كده كده كام مومنت؟ بوزيتيف وايه؟ ونيجاتيف بالعقل كده بالعقل. لو الدكتور جاب الكاميرا سيمتري اللود اليمين زي الشمال، عشان عندي الام 1 هو الام 2 والمومنت 3 هو ده اللي مختلف. طب لو مش سيمتري يبقى انت كده عندك كام مومنت؟ 3 2 بوزيتيف مختلفين وواحد نيجاتيف. في مشكله؟ اعملها ازاي بقى؟ ادي بص بص هعمل ايه؟ ده المومنت الاولاني ده المومنت الثاني، الاثنين دول ايه؟ بوزيتيف. اي مومنت بص انا عايز اروح يمين الواي سي تي، ادي الواي سي تي 1 واي سي تي 2 بيساوي المومنت بتاعي مين بقى يا شباب؟ سوري سوري الواي سي تي بيبقى هيبقى اقل من 200 بوينت 4 3 دي 1 صح؟ بتاع مومنت مين؟ واحد. هو المومنت واحد الاسبان بتاعه ان واحد، والمومنت 2 الاسبان بتاعه ان مين؟ ال2. فبالنسبه لي دي بوينت 4 3 مين؟ ال1. طب واي سي تي 2 هيبقى بوينت 4 3 مين؟ ال2. والقيمه الثانيه بوينت 8 87 100 دبس 87 100 منين؟ دبس. تاخد دايما ايه؟ الالي والقيمتين دول. يبقى المومنت البوزيتيف باخد الاسبان اضربه في كام؟ في 34 100. في مشكله؟ في مشكله في الواي سي تي؟ ايه؟ ال1 دي اللي هو الاسبان كله اللي هي اسمها ال تي، اللي اسمها ايه؟ ال تي. هو مفيش حد خد باله من حاجه، هو انت اشمعنى هنا بدات تدير بالمومنت على طول وهنا تدير اول حاجه لمين؟ للتشيك. فين التشيك هنا؟ اه طبعا ده مهم جدا. يبقى اول خطوه للتشيك، التشيك بيساوي ايه؟ الدبس برضه على مين بقى؟ ال تي. هنا عندك كام ال تي؟ يبقى ال ماكس اكتر حاجه اكبر واحد، يبقى الدبس على مين؟ ال ماكسيمم. ولازم تطلع اكبر من كام؟ مدفوع. انا بقول لك تطلع اكتر تمام كده، بس لازم تبين لي عشان ابين، عشان اعرف يعني وانا بصعد ان دي مساله ايه؟ دي بين. يعني يبقى اذا دي بين اخش في الخطوه الثانيه اللي هي مين بقى؟ اللي هو المومنت زي ايه؟ زي ايه؟ المومنت البوزيتيف جبت مين؟
الواي سي تي. بعد ما اجيب الواي سي تي بروح اعمل ايه؟ اجيب التنشن التميت 1 اللي هو بيساوي مين بقى؟ الام 1 على مين؟ على الواي سي تي 1. التنشن التميت 2 بيساوي مين؟ الام 2 على الواي سي تي 2. الاثنين دول مهم تبص، فالواي سي تي كل واحده تضربها في مين في زبانها؟ يعني ده ام 1 ده ال ايه؟ ده بالنسبه لي مين؟ بوينت 4 3 ال بتاعته اللي هي ال تي 1. ده ال1 وده ايه؟ ده ال2 تمام كده؟ طيب ال1 وال2 مومنت بوزيتيف ومومنت بوزيتيف، كل واحد ليه واي سي تي مختلفه. ليه؟ لان الزبالين مختلفين. يعني لو الدكتور جاب لك ده 3 متر وجاب لك ده 3 متر، انت عندك الواي سي تي ايه؟ واحده بس تمام كده؟ مش هيبقى اثنين، لان هيبقى عندك البوزيتيف ايه؟ تساوي. لا مش شرط. استنى، لو الحمل مختلف. لا مش الحمل مختلف. ما لو اديتك دي 3 وده 3 وجبت لك زي كده، مش دي دبليو 1 زي دبليو 2 زي دروينج؟ ودي بالنسبه لي دبليو 2 زي دروينج، واديت لك دي 3 واديت لك دي 3. الواي سي تي هتختلف ولا لا؟ الواي سي تي هتختلف ولا لا؟ الواي سي تي ثابت. الواي سي تي ثابت بس التنشن هو اللي هيطلع مختلف. فانت برضه هتجيب لي مين؟ التنشن 2 بس عندك الواي سي تي ايه؟ ثابت. ثابت. ركز معايا عشان اقول افكار كتير، لان الدكتور بيلعب والله على النقطه دي. يبقى انا عندي الواي سي تي ثابت بس التنشن هو اللي يختلف بسبب ان اللود اختلف. تاني انا عندي هنا 3 متر دي 4. عندي الواي سي تي هيختلف ولا اه صح كده؟ طب لو خليت لك دي 3 ودي 3 الواي سي تي واحد ولا واحد؟ بس لما اروح اجيب التنشن فورس، يعني انا بجيب التنشن عشان اروح اجيب مين؟ الحديد. التنشن فورس مش بيساوي مومنت على الواي سي تي؟ مين قال لك ان المومنت الاولاني هو هو المومنت الثاني؟ مومنت البوست في ام 1 هو هو الام 2 بشرط ان اللود هنا هو اللود هنا. طب لو اللود اختلف؟ لا انت عندك تنشن مختلف، عندك تنشن مختلف بس عندك واي سي تي واحده. لان انت كده اوريدي ليه؟ قانون واحد. في مشكله كده؟ حلو قوي. يبقى انا كده فاضل لي فين كده يا شباب؟ المومنت رقم ثلاثه اللي هو النيجاتيف اللي هو انت هتجيبه منين؟ كاستراكشر ايه؟ كاستراكشر ايكويشن. هتجيب المومنت ثلاثه اللي هو مومنت مين؟ النيجاتيف. هتروح تجيب لي مين؟ الواي سي تي بتاعته قيمتين برضه، تختار الاقل ما بين الاثنين كام وكام؟ بوينت 3.7. هو مش النيجاتيف ده ماسك البالين؟ يبقى بالنسبه لي ده ايه؟ ايه اللي ماكس؟ بوينت 3.7 ايه؟ ايه اللي ماكس؟ طالما ماسك مومنت نيجاتيف ماسك البالين، يبقى بوينت 3.7 مين؟ ايه اللي ماكس؟ المركبه الثانيه معروفه 87 مين؟ من الدبس. تختار الايه؟ تختار الاقل. فلو واخد بالك لو تفتح صفحه الكورونا صفحه تلاقي ايه؟ قانون دي كلها تمام؟ انا حافظها عشان بس ايه؟ كده كده انا جبت المومنت، هروح اجيب مين؟ هروح اجيب مين؟ قبل ما اجيب الحديد لازم تروح تجيب لي مين؟ التنشن. التنشن بيساوي مين؟ الام 3 اللي هو اكيد التمت اللي هو اكيد ايه؟ التمت تمام كده بيقسموا على مين؟ واي سي تي 3. كده جبت التنشن فورس صح؟ التنشن فورس تروح تجيب لي بعد كده ايه؟ ال اس تي 1 ال اس تي 2 ال اس تي 3 صح؟ ومن ال اس تي لازم بعد ال اس تي 3 تروح تجيب لي مين؟ ال اس تي منهم، وتاخد لقب من ال اس تي 3 ومنهم، اثنين ومنهم، واحد ومنهم. في مشكلة كده؟ في مشكلة؟ ها؟ كده أنا جبت حديد ولا لا؟ كده أنا جبت حديد للمومنتات عندي، سواء مومنت بص سواء مومنت إيه؟ سواء مومنت نجم. لغاية دلوقتي أنا شايف إن مفيش مشاكل. المشكلة عندك الوحيدة لما تقول بقى تثبت هتروح تحل لي ايه؟ استراكشر سيرومنت ايكويشن فقط. لغاية دلوقتي القوانين موجودة في شاكر ما تحفظش حاجة. خلاص؟ كيف معاك؟ كده انا خلصت خطوتين في اي كاميرا سواء سيمبل او كونتينوس اللي هو اللي تشيك رقم واحد ورقم اثنين مين؟ ان انا جبت المومنت وجبت التسليم. فاضل لي بعد كده مين بقى؟ هجيب قيمة الشير واجيب لها تسليم وارجع اخلص المساله هتنقل اللي بعد كده لمين بقى؟ لرسم التسليم. رسم ليه؟ رسم التسليم. الشيل رخم شويه ركز معايا مين؟ التسليم الشيل رخم شويه ركز معايا. وانا مش كنت قبل كده في السلندر بيم، هو ايه الفرق صحيح ما بين السلندر بيم والبي بيم؟ فرق حاجه واحده بس الدبس. السلندر بيم الدبس 60 سم 70 80 90، اما الدي بيم الدبس بتاعها 2 متر 3 4 زي كده. انا مديك دي كام؟ 4 متر. ده الفرق ما بين الايه؟ السلندر والجيم.
عشان اجيب الشيل. مش عارف كنت في السلندر، بتسمع معايا في السلندر مين؟ بقول لك باشمهندس الشيل كيو اوتو بيساوي الشيل فورس على البي في دي. بقول كده؟ بقول لك الشيل فورس دي كنت هنا عندهم مين؟ اللي هو الرياكشن، صح كده؟ مع ان الكلام ده ما كانش مظبوط. كنا قلنا ايه؟ كنا بنقول الصح الصح. نشوف حاجه اسمها الكريتيكال سيكشن. الكريتيكال سيكشن اللي هو عباره عن ايه؟ بيرسم القمر كده. لما اجي ارسم شكل الشي برسمه كده، بطلع قيمه الاكشن لو في يونيفورم لود. ها كان الكريتيكال سيكشن كان على بعد مسافه، كان المسافه دي كنا بنقول عليها سي على الاثنين زائد دي على الاثنين، صح كده؟ ده في السلندر، انا هفكرك بالسلندر لان انا هربط ده بالدي. سي على الاثنين زائد ايه؟ زائد دي على الاثنين، هتطلع كده راسي والدي لمين؟ للقوه دي، يعني دي قيمتها ار، صح؟ دي بقى قيمتها ايه؟ الكيو الترا. كان الكيو التمت ساعتها كنت انا بقول لك ساعتها قيمه الار واطرح منها اليونيفورم لود مضروب في مسافه اسمها اكس اللي هي اسمها ايه بقى؟ سي على الاثنين زائد دي على الاثنين. بقول لك كده؟ طبعا احنا كنا بنستسلم، كنت بقول لك ان ايه؟ ان قيمه الشير الالتمت هو قيمه الار على طول غلط. اللي هيعملها فيها طبعا السنه دي تربيت دي صفر المكان على طول. ما بيهزرش. تمام كده؟ يعني لازم تحلله صح. لازم تحلله ايه؟ صح. احلله صح ازاي؟ هو انا بالنسبه للشير الشير بتاعي بيفرق لو كانت سند او كونتينوس؟ لا، اللي كان بيفرق سند او كونتينوس كان مومنت بوزيتيف ومومنت بوزيتيف ونيجاتيف بس. يعني الشير للسند هو الشير لمين؟ للكونتينوس. فانا هتكلم على حاجه واحده بس. فانا هتكلم على ايه؟ على الشير مره واحده بس. الشير مره واحده بس اللي انا عايز اجيب مين؟ الشير فورس، صح كده؟ هي لو كانت سند مش كانت الشير فورس بيساوي ار ناقص مين؟ ده بيبقى اكس. طب لو كانت توز بان؟ طب هو كانت توز بان كان بيبقى جدا. لو كانت يونيفورم لود ال 1 على ال 2 ما زادتش ايه؟ على 1 و2، صح؟ واللود الكبير على اللود الصغير اللي هو النسبان الكبير على الصغير ما زادش عن 1 و2، والطول الكبير واللود الكبير على اللود الصغير ما زادش عن 1 و2. الشرطين دول طالما اتحققوا يبقى انا كنت بعمل ايه؟ بستخدم تايم كود. لو جات لك في الدي بي اوعى تستخدم تايم كود، روح اشتغل سي مومنت كويشن برضه. تمام كده؟ يعني انا من الاخر لما اروح ال 3 مومنت ايكويشن بالعقل المومنت هنا هيبقى قيمته كام؟ كاميرا كاميرا صح؟ كاميرا يبقى قيمتها كام؟ مش كنا بنقول لك النيجاتيف 9 والبوزيتيف على 11، صح كده؟ مش كنا بنقول كده؟ ركز كده معايا بقى. المشكله ان الدكتور بيعتبر حته الخزان دي، بيعتبر حته الخزان مش كاميرا، بيعتبرها بلاطه راسيه. بيعتبرها ايه؟ بلاطه راسيه. ما عنديش وقت في الامتحان، اتزنقت. اقول اهو لما اتزنقت هتنقص كام؟ هنقص 15 من 60 بتاع درجه الايه؟ الاستراكشر. قيمه المومنت البوزيتيف والنيجاتيف بتبقى بلاطه، قيمتها 8 وكام؟ و10. بقول لك الكلام ده لو اتزنقت في الامتحان. ما اتزنقش في الامتحان، لازم تروح تحلها لي مين؟ استراكشر. تمام كده؟ اتزنقت في الامتحان طبعا انت عارف ان انت هتنقص 15، تمام؟ بس انت ايه؟ عايز اكيد اجيب ال 45 اللي بالي، يعني بالعقل، يعني انا مش معايا وقت فلازم اعمل ايه؟ اتصرف. فهتصرف هيبقى حط فاهم مين؟ فاهم الكون. تمام كده؟ حط فاهم الكون اللي هي بتاعت مين بقى؟ كاميرا ولا بلاطه؟ طيب بلاطه، لان يعني الدكتور بيعتبرها ايه؟ بلاطه. في مشكله كده؟ حلو. انا بالنسبه لي ده مومنت. شكل الشي بقى الكاميرا اللي دي بيبقى عامل ازاي؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله ده في حاله يونيف اللود مفيش كونسنتريت لود، في حاله اللود الكبير على اللود الصغير ما زادش عن 1 و2، والطول الكبير على الطول الصغير ايه؟ ما زادش عن 1 و2. طبعا كام الشي بتاع توز باند قيمتها كام؟ 0.4 دبليو 2 ال 2، 0.6 دبليو 2 ال 2، 0.6 دبليو 1 ال 1، 0.4 دبليو 1 ال 1. دي كده فاهم مين؟ الشير. اللي هيقول لي قيمه الشير الكيو التم هي بالنسبه لي 0.4 دبليو 2 في ال 2 بياخد زيرو على طول. ليه؟ انا بالنسبه لي لازم امشي مسافه ايه؟ سي على ال 2 زائد مين؟ زائد دي على ال 2. دي لو كانت سلندر بي، دي لو كانت ايه؟ سلندر. يعني كلامي كله عايز اقوله ان انت ايه؟ لازم 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 ايه؟ لازم تمشي مسافه. المسافه دي كام؟ هقول لك عليها في الدي بي. في مشكله كده؟ طب استنى ايه؟ هو انا مش عندي دي 0.4،
دي بوينت 6 فانا لما يكون عندي فلوس باند يا ترى اخد الرياكشن الكبير واعمل تشيك عليه واجيب حاجات كده ولا الرياكشن الصغير؟ اكيد الكبير يعني. يعني انت اكيد تمشيلي من هنا مين يا شباب؟ هي السي على الاثنين زائد مين؟ زائد دي على الاثنين في السلندر عشان اجيب مين؟ القيمه دي. سواء يمين او شمال عشان اجيب مين؟ القيمه دي. مين الاكبر في الاثنين دول؟ على حسب اللون وعلى حسب الفلوس باند. فدي دبليو واحد ودي واحد ودي دبليو اثنين ايه؟ الاثنين. فانا بالنسبه لي عشان احسب قيمه الشيل اللي هي الفيو التمت هي بالنسبه لي الرياكشن ها اللي هو بالنسبه لي مين جوه ده؟ بوينت 6 دبليو واحد في ايه؟ في الواحد. تطرح منها مين؟ اليونيفورم لود مضروبه في مين؟ الاكس. الاكس المره دي من اليمين سعة الاثنين زائد على الاثنين او من الشمال سعة الاثنين زائد ايه؟ دي على الاثنين. فانت هتجيب مين؟ الفيو التمت الكبيره سواء اليمين او الايه؟ او الشمال. وهو ده اللي اروح ايه؟ وده انا اروح ايه؟ انا عليه تشيك واروح اجيب له ايه؟ كيانات. في مشكله في اللي انا قلته؟ ماشي معاك واحده واحده. كل ده كنت بعمله في مين؟ في السلندر بيم. عايز اعمله بقى في الدي بيم. هو نفس الكونسيبت بس قوانين متغيره. حد فاهم حاجه؟ يبقى انا كده قلت لك سيمبل ولا كونتينيوس. الاثنين دول فيهم مشكله انها تطلع قيمه الشيل؟ مفيش مشكله. مفيش ايه؟ مشكله. هي بالنسبه اجيب مين؟ الرياكشن واطرحه منين؟ دبليو في سي على 2 زائد دي على 2 في السلندر بيم. طب الدي بيم بقى تبقى عامله ازاي؟ بروح اجيب الكيو التمت يساوي الشي فورس على البي جي بدل بي دي اسمها بي ايه؟ بي جي. والجي يا شباب هو الاقل من قيمتين الدبس والال ان. الدبس والال ان فاهم كده؟ الجي بالنسبه لي ايه؟ الاقل من ايه؟ الدبس والال ان. طب ال ان بالنسبه لي اللي ايه؟ اللي هي من وش الكاميرا لوش الكاميرا. دي في حاله مين؟ سيمبل. سيمبل في حاله كونتينيوس برضه من وش الكاميرا لوش الكاميرا. لان انا هكون راسمها لك ايه؟ نفس الشكل ده اللي هو ده يا جماعه. ده كان بالنسبه لي ال ان 1 ده كان بالنسبه لي ال ان مين؟ 2. في عندك مشكله كده؟ حلو. بقى كده جبت مين يا شباب؟ كده جبت مين؟ الشير الالتمت صح؟ بس الشير الالتمت ده انا البي انا عرفت تلاقي تديني كام يا كام؟ يا 250 يا 300 يعتبر القيمه الايه؟ اللي الدكتور هيديها لك اللي هو عرض الكاميرا. يبقى دي تمام عندي. والجي تمام. الجي ايه؟ تمام برضه. بقى فاضل لي مين؟ فاضل لي مين؟ قيمة الشير فورس. قيمة الشير ايه؟ فورس اهو. قيمة مين؟ الشير فورس. اجيب قيمة الشير فورس ازاي بقى؟ هنرسم لك كده شكل دلوقتي. واقول لك ايه قيمة الشير فورس ازاي؟ وانا مش الكاميرا عندي ممكن تكون بالشكل ده بالشكل ده. ده دبليو 1 ركز معايا. ده دبليو 2 والكاميرا السند دي زمانها كام؟ 4 متر ودبسها كام؟ 4 متر. انا كل ده عايز اجيب مين؟ البسط. اجيب البسط ازاي؟ مش انا الكاميرا دي هروح ارسمها بالشكل ده كده واحط واقول لك ان اللود التوتال هو دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد لون ويت والرياكشن بالنسبه لي اللي هو دبليو توتال في ال على الاثنين صح كده؟ ده رياكشن صح؟ يعتبر سلم. وده كان بالنسبه لي اللي هو كام؟ بالنسبه لي اللي هو ال 4 متر. كده انا جبت الار في حاله شو كان اقول ايه؟ اقول حالتين تو ايه؟ تو كيس. الكيس الاولاني حل يونيفورم. الكيس الثاني حمل يونيفورم زائد كونسنتريت. نفس الكاميرا دي اهي. الكونسنتريت على مسافه من وش السبورت اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مسافه اسمها ايه؟ ايه. واكيد المسافه دي كده اسمها ايه؟ ال دي. والمسافه اللي جوه اسمها ايه؟ ال ان. مفيش اي اختلاف لغايه دلوقتي انا قلت. واكيد ال ان حالز ال 4 متر قيمتها كام؟ 3.5 عشان العمدان نص متر. في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ في حاله انا شفت المسألة لقيت ان هي يونيفورم لود فقط. يونيفورم لود ايه؟ فقط. قيمه الاكس عشان كنت بقول لك ان الديو التو بيساوي اليونيفورم بيساوي الرياكشن ناقص اليونيفورم لود في مسافه اسمها اكس.
الاكس بقى بالنسبه لي اسمها ايه؟ الاكس دي بالنسبه لي قيمتها كام؟ الاكس دي بالنسبه لي هي الاقل من قيمتين. قول قيمتين. ايه على الاثنين؟ لا الكونسنتريت اللي بعدها. تمام. 15 من 100 ال ان. 15 من 100 ال ان. دي على الاثنين. دي على الاثنين. زي تي على الاثنين. دي كده كلها هجمع لها مين؟ سي على الاثنين. عشان كنت بقول لك من شويه ان المسافه اكس دي يا شباب في السلندر كنت بقول لك دي على الاثنين زائد سي على الاثنين. تاني كده في السلندر مش كنت بقول لك المسافه دي على الاثنين زائد سي على الاثنين. هو نفس القصه حطها في تي بي. بص دي على الاثنين زائد مين؟ بس قال لك حط كده كلام معاه وقارن ما بينهم وخد مين؟ الان خد مين؟ الان يبقى دي قيمه مين؟ الاكس في حاله يونيفورم لود عشان اروح اجيب مين؟ الشير فورس اللي هو عند الكريتيكال سيكشن عشان اروح اجيب مين؟ احطه هنا عشان اجيب مين؟ الاستريس الاوتر. في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ في مشكله؟ يبقى انا الاكس كانت في سلندر سي على 2 زائد دي على 2 بس الاكس في الدي في هي قيمتين 0.15 ال ان زائد سي على 2 او دي على 2 زائد سي على 2 بتاخد الايه؟ الاقل من الاثنين اللي في حاله يونيفورم. حاله مين؟ يونيفورم لود. مش كده كده؟ انا جبت لك كاميرا تاني؟ جبت لك كاميرا تاني وما حطيتلكش لود اصلا. ما حطيتلكش ايه؟ ما حطيتش لود يونيفورم نهائي. ديش ايه؟ لود يونيفورم ايه؟ الكاميرا دي لما احولها ركز كده معايا احولها شكل كده بالنسبه لي في يونيفورم ولا لا؟ في عشان كده اللي كاتب لك الحاله الثانيه ايه بقى؟ يونيفورم مين؟ يعني انت مجبر تكون في يونيفورم. يعني انت مجبر تكون في ايه؟ يونيفورم. تمام كده؟ يبقى هنا اليونيفورم بالنسبه لك هو مين؟ بلون وين؟ وبالنسبه لك مين بقى؟ هتحط كونسنتريتد لود على مسافه ايه بقى؟ ايه الاي دي من وش مين؟ من وش العموم. من وش ايه؟ من وش العموم. طب انا بقى بالنسبه لي في حاله زي دي عشان اجيب الكيو الترا عشان برضه بيساوي رياكشن ناقص دبليو اكس اليونيفورم لود صح كده؟ اليونيفورم لود ده ناقص اكس صح؟ الاكس بقى هنا قيمتها كام في حاله مين بقى؟ يونيفورم كونسنتريتد. شايف القانونين دول؟ هحطهم تاني. والقيمه الثالثه الاي على الاثنين. كل ده تجمع لي مين يا شباب؟ السي على الاثنين هي تكون الاكس. تختار مين؟ الاقل برضه. يعني في حاله اليونيفورم هيبقى القيمتين دول زائد السي على الاثنين واخد الاقل. تمام كده؟ في حاله الكونسنتريتد هتحط نفس القيمتين بس هتحط عليها مين؟ واحده زياده اللي هي تحت مين بقى؟ الكونسنتريتد. تمام كده؟ اللي هي الاي بس على مين بقى؟ ايه على الاثنين زي برضه ايه؟ السي على الاثنين تختار الاقل من ايه؟ من الزياده. كده انت جبت مين؟ الاكس اللي انا هضربها في اليونيفورم لود وهطرحها من قيمه الرياكشن عشان اجيب مين؟ الشير فورس اللي عند الكريتيكال سيكشن اللي انا حاطه فين؟ في المساله عشان اجيب اول قيمه. عشان اجيب ايه؟ اول قيمه. بقى دلوقتي كمان هو دلوقتي سهل الامور ماشيه ايه؟ هو الايه؟ ما هو المفروض هنا في سهل فين؟ عشان كده دايما كل مره بطلع بيه وانا في كل القيم اللي انا بحسبها بس انا دلوقتي مش صح؟ عشان كده انا دايما في القوانين بتاعتي بجمع عشان كده انا بجمع هو هيبارك على الوش عشان هو عارف بعد كده دي بتعمل ايه؟ دلوقتي ساعة تمام كده؟ والله ممكن طب انا هقول سؤال هقول حاجه ركز معايا دبس كاميرا على الاثنين دبس رومي اللي هو دي كلها المفروض كاميرا كده في الاول هعمل ايه؟ هاخد الاقل من ثلاثه والاقل من ثلاثه بالعقل كده هتبقى مين؟ الاول واحده بس يا دي بس
بس انا بقول لك اول واحده. ها في النيجاتيف صح؟ كم تشيل؟ سؤال حلو قوي، هنرد على ده الاول ولا هنرد على ده؟ عشان ده صعب. ركز كده معايا، زميلتك قالت سؤال حلو قوي. قالت لك هنا قالت لك هنا، هو انت مش عندك تو زباين يا باشمهندس، عندك ال 81 وال 82 صح؟ طب كده مش انت عندك دي هنا ال 81؟ هو انت مش هتمشي مسافه هنا يمين مره شمال مره؟ صح كده؟ عشان اجيب مين؟ قيمه الشير فورس صح؟ ما انا اكيد اكيد هل بالنسبه لنا هاخد قيمه الرياكشن اللي هو مين؟ بوينت 6 دبليو 1 ال 1 واطرح منه مين؟ الدبليو واضربها في مين؟ الاكس. الاكس دي اللي هي بالنسبه لي مين؟ اللي هي الثلاث قيم دول صح؟ اللي هي 15% ال ال انهي ال ال؟ كده جبت مين؟ شيل فرصه رقم 1 قال كده؟ طيب كده انا خدت اللي فوق صح؟ فاضل لي مين؟ اللي تحت اللي هو بوينت 6 ده بي 2 ال 2 اكيد يا محمد همشي مسافه لا الاكس دي يمين ولا شمال؟ شمال. هجي اللي تحت اصلا عشان اعرف اجيب القيمه دي فامشي شمال. فلما امشي شمال يبقى قيمه الاكس هي بالنسبه لي 15% ال ال بس انهي ال ال؟ على الشمال. يبقى يقول كل واحد يكون مركز انت ماشي في انهي زمان عشان انت هتجيبني هنا قوه شيل فورس وهنا قوه شيل فورس واجي هتاخد لي مين؟ الاكبر. انا كده هصمم على مين؟ على الكبير. في مشكلة كده؟ طبعا لو سيمتري الاثنين يمين وشمال زي بعض. لو سيمتري يعني. سؤال برضه حلو، هنا بتقول لك الجي المسافة ديبس ومين؟ وال ان، أكيد ال ان مين؟ الأصغر ما بين الإيه؟ ما بين الاثنين. فاهم كده؟ طيب. في سؤال بقى حلو قوي، كانت بتقول لك إيه؟ بتقول لك يا باشمهندس أنت مش جبت المسافة إكس. حالة كونسنتريتد لود صح؟ طب افرض افرض المسافة ايه اللي انا اديتها لك دي؟ 1 متر او قيمة صغيرة يعني 1 متر 70 سم 0.7 وات ايفر يعني. المهم لما تيجي تحسب المسافة اكس ديت لقيت ان المسافة اكس دي من وش السبورت لقيتها 1.1 لقيتها كام؟ 1.1 1.2 1.5 ده ايه 1.5 هي كده بالنسبه لي عدد كونسنتريت لود ولا لا؟ عدد صح؟ هو انا مش كنت بقول دايما الشير فورس بيساوي الرياكشن ناقص اليونيفورم لود اللي موجودين هنا في المسافه دي اسمها اكس؟ بس انت لما مشيت المسافه اكس انت عديت دي صح؟ فانت اوريدي قيمه الشير فورس لازم تاخد معاك مين بقى؟ لازم تاخد معاك مين؟ قيمه الرياكشن برضه اللي نازل تمام؟ مش بس كده؟ يعني هي فكره حلوه وحصلت في امتحان تمام كده؟ بس الدكتور مش كده. بالعقل 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 فيو التمت الكبيره الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ الناحيه دي لان هنا في كونسنتريت دور تمام؟ يعني هي فكرتها حلوه تمام؟ بس الدكتور مش كده. المفروض بس مش كده يعني هي مش بالصعوبه قوي كده ده انا لغايه دلوقتي انا بقول لك الشيل وقطع حاجه وانت تقريبا لغايه دلوقتي فعلا شايف الشيل في تركيز شويه عن المومنت المومنت سهل ركز معايا الهندسه اللي ورا الهندسه اللي ورا كده انا جبت مين يا شباب؟ اول خطوه من خطوات الشيل اللي هو جبت مين؟ الكيو التو مش احنا كنا في السلندر بي كنا بنجيب الكيو التو ونروح نجيب الكيو سي يو والكيو التو ماكسيمم ونقارن ما بينهم ونشوف يا ترى ان الكيو التميت بتاعها اللي هي دي لو الكيو التميت اقل من الكيو سي يو مش كنا بنقول لك مينيمم ستيرو؟ طب لو كانت الكيو التميت اكبر من الكيو التميت ماكسيمم مش كنت بقول لك ايه؟ انفير انفير بقول لك ايه بقى؟ كبر على هذا القطاع لان بالنسبه لك انت بتقسم على مين؟ بي وشي وشي ده مين؟ لبس الكاميرا لبس الكاميرا هو 3 متر 3 متر ونص فكده كده الحاله دي استحاله تحصل فانت عندك ما بين حاله واحد والحاله مين بقى؟
الثانية اللي هي بالنسبة لنا الثالثة اللي هي Q ألتف ما بين مين ومين؟ أكبر من الجيو سي يو وأقل منين؟ من الماكس. صح كده؟ يبقى أنت عندك الحاجتين دول والدكتور بيحب دي مش فاهم ليه بس يعني بيحبها. تمام كده؟ السنة اللي فاتت الناس كلها أنا اعتمدت عليك جات لي. فما تخص هما طريقتين أنت عندك حاجتين يعني فما تخص حاجة. في مشكلة كده؟ وقوانين دي موجودة وقوانين دي موجودة في الإيه؟ في الكود. في مشكلة؟ يبقى في السلندر بيم، السلندر بيم كان عندنا كام حالة؟ ثلاث حالات، في الديب بيم عندنا بيم؟ حالتين بس. تمام كده؟ بس برضو السلندر بيم اللي انتوا بتوردينه كان في الكود القديم. السلندر بيم في الكود الجديد قيمة الـ QCU دي اسمها QCU Upgrade. احنا عندنا الخرسانة بتشرخ ولا مش بتشرخ؟ كده على حسب اللود اللي عليها. تمام كده؟ فالكود الجديد بيقول لك لو انت عايز تيجي تحسب او عايز تيجي تقارن الـ Q Ultimate هتقارنها بالـ Q Ultimate Uncracked وليس ايه؟ وليس كراك وليس ايه؟ وليس كراك. طب قيمة اصلا الـ QCU Uncracked ده بتساوي ايه؟ ايه؟ الـ QCU Uncracked قيمتها بتساوي دلتا دي سي مضروبه بوينت 16 جايز الاف سي يو على ايه؟ على جبهه كونكريت. صح كده؟ طب الدلتا دي سي دي بتساوي كام بقى؟ الدلتا دي سي بتساوي 3.5 ناقص 2.5 مضروب المومنت على الشير مضروب في مين؟ في الدبس. والدلتا دي سي دي ليها رينج. ليها ايه؟ ليها رينج يعني ايه؟ يعني الدلتا دي سي المفروض ما تقلش عن واحد وما تزيدش عن كام؟ عن 2.5. استنى انت خدتني كده بدوكا. انا دلوقتي عايز اجيب مين؟ كي سي يو ام كراك. يعني انا جبت اول حاجه مين؟ الكي اولتر. يبقى انا تاني حاجه راح اجيب مين؟ الكي سي يو ام كراك. تاني حاجه راح اجيبها مين؟ الكي اولتر فاكسر عشان اعمل ايه؟ مقارنه. جبت كي سي يو ام كراك. تمام كده؟ دلتا دي سي وبوينت 16 لازم يمسك على جنب جرين. الدلتا دي سي 3.5 ناقص 2.5 المومنت الاولتر بتاع الكي اولتر في الدبس. الدبس انا عارفه. الكيو اوتبوت انا عارفه. ده انا جبت الكيو اوتبوت ده انا ايه؟ جبت. اوعى تاخد المومنت ده هو المومنت اللي انت جايبه من البدايه. اوعى تاخد الايه؟ المومنت ده اوعى تكون واخده المومنت ايه بتاع ايه؟ بتاع البدايه. طب المومنت ده بيساوي بقى؟ المومنت ده يا شباب المومنت ده بيساوي الرياكشن في الاكس اللي انت جبتها. تاني كده؟ الرياكشن ده يعني ايه؟ يعني المومنت ده يا شباب عند قوه الشير اللي عند الكريتيكال سيكشن. تاني كده؟ مش دي كده بالنسبه لي الكاميرا؟ مش الكريتيكال سيكشن للشير كان المسافه هنا؟ لا سوري. مش انا عرفت المسافه دي اسمها اكس؟ والمسافه اكس دي طلعت رقص. طلعت رقص عشان ايه؟ عشان نجيب قيمه الشير. عشان ايه؟ عشان نجيب مين؟ قيمة الشير. صح كده؟ أكيد مشيت مسافة، مسافة اسمها إيه؟ إكس. صح كده؟ عندي المفروض المسافة دي نهايتها هنا كده، أنا عايز أروح أجيب قيمة مين؟ المومنت. طب عشان أجيب قيمة المومنت بتساوي إيه؟ الرياكشن في المسافة ناقص اللود اللي فوق في الإكس في إكس سكوير. محدش يقول لي إن أنا عندي رياكشن في مسافة إديني مومنت بس، ما في لود من فوق، لود من فوق ولود منين؟ من تحت. عشان عايز أجيب مومنت؟ راح في المومنت. تمام كده؟ محدش يقول لي أنا اضرب الرياكشن ده في المسافه. يا سلام، ما انت لو ضربت الرياكشن في المسافه جبت مومنت. اه بس في لود برضه ايه؟ فوق اللي هو بالنسبه لي اسمه ايه بقى؟ اليونيفورم لود. اللي هو بالنسبه لي مين؟ اليونيفورم لود. يبقى بالنسبه لي هنا عشان اجيب قيمه المومنت، المومنت هنا بالنسبه لي هو ايه بقى؟ رياكشن في مين؟ في مسافه اللي هي اكس ناقص ها؟ اليونيفورم لود مضروب في مين؟ في اكس. في اكس على الاثنين. اكس في ايه؟ فيكس على الاثنين. مش كده؟ حلو. يبقى انا جبت قيمه مين؟ المومنت. اوعى تاخد المومنت اللي انت جبته منين؟ من البدايه. يبقى انا جبت المومنت على الايه؟ على الشير فورس. الاثنين دول عشان كده احنا بنعملها بحركه كده لطيفه. نعمل كده ونكتب كده الاثنين دول عند مين؟ كريتيكال فيكشن. ليه على مسافه اسمها ايه؟ على مسافه اسمها اكس. تمام. القيمه دي بقى دلتا دي سي
لو طلعت القيمه اللي انا بحسبها 2.9 انا اصلا الماكسيمم بتاعي كام؟ يبقى انا اخدها بكام؟ ب 2.5. طلعت اكبر اخدها ايه؟ اكبر واحده اللي هي 2.5. طلعت اقل من الواحد اخدها الواحد. طب طلعت ما بين الرينجين 2.2 هاخد القيمه اللي هي 2.2. المشكله كده؟ وانا اقول لك اهو بنسبه كبيره كانت بتطلع اكتر من 2.5 بس السنه اللي فاتت الدكتور جابها 2.4 فالناس كانت 2.5 نقصها من بره. فاهم كده؟ ايه؟ ما تفكرش احسب الحاجه والله يعني كل حاجه عشان نفهم. القيمة دي كانت طالعة السنة اللي فاتت ب 2.4 الناس قالتها ايه؟ المهندس قال على طول ان هي اكبر من 2.5 2.5 ما راحوش حسبوها اصلا هم عوضوا. اذا دلتا دي سي بيساوي 2.5 طب ما تحسب على الاقل مش وقت لا لا انا عارف ان هي اكتر من 2.5 يبقى انت هتجيب مين؟ الدلتا دي سي تضربها في مين؟ بوينت 16 كده هي دي ارقام كتير عشان تجيب مين بقى؟ يا عم هروح اجيب مين يا شباب؟ الدي سي وان كده كده انا جبت مين؟ اول واحد اللي هو ده فاضل لي مين بقى؟ الكيو اوت اوف ماكس الكيو اوت اوف ماكسيموم كنت دلتا دي مضروب في بوينت 7 جاز الاف سي على مين؟ على جامعه كونتري دي الماكسيموم صح كده؟ وان احنا لو حد يفتكر يعني وان احنا اصلا قبل كده في السلندر ما كانش فيها ولا دلتا دي ولا دلتا دي سي وهي القوانين دي هي بس في الدي بي هي اللي حصلت لو قلنا فاكر عشان نفرق بين دي وايه وسلندر الدلتا دي بيساوي بقى 7 على 8 صح كده؟ ايوه زائد نص ال ان على الدبس دي بالنسبه لي مين؟ الدلتا دي 7 على 8 بص نص محدش يحفظ حاجه القيم دي موجوده في الكود او شاكر البحيري هتعمل ايه؟ شاكر البحيري فيها قيم قديمه هتعمل ايه؟ هتعدلها هتلاقي دي مثلا واحد عدل خليها نص هتلاقي دي مش عارف ايه عدل حط قيمه بس يعني القيم دي موجوده في الايه؟ في شاكر البحيري بس انت هتعدلها بالكود الجديد كده حضرتك جبت مين؟ الدلتا دي طبعا دي كلها ثوابت وايه لان ودلتا انت عارفها فانت عرفت مين؟ الدلتا دي هتضربها في مين؟ بوينت 7 جت في سي جبت مين؟ الكيو اوت ماكس كده انا عملت ايه؟ كده جبت رقم واحد في الكيو اوت تاني حاجة الكيو سي يو ام كراك تاني حاجة الكيو ام ماكس هتقارن وشوف يا ترى انت الحالة رقم واحد ولا الحالة رقم كام؟ اتنين بيني وبينك كده يا جدع انا جبت الكيو سي يو ام كراك وانا كاتب في البداية كيو ام لو طلعت دي اقل من دي هروح في دي احسبها هتضيع في الامتحان ما تحسبهاش يعني قصدي ان في حاجات الدكتور بيلعب عليها اللي هو ايه؟ دوني الامتحان طويل وهو مش طويل. ركز وانت ايه؟ وانت بتحل. في مشكله؟ لسه انا لغايه دلوقتي ما جبتش حديد الكلام، انا بعمل مقارنات. في مشكله كده؟ اللي برضه ال ال ان لو كنت ناخد الاقل. شباب انا شغال لغايه دلوقتي كلها بوحدات مين؟ نيوتن مليمتر. هتفرق لو اشتغلت باي حاجه تانية؟ لا انا شارح بالنيوتن هتروح تقول لي عايز احولها هقول لك ضرب جت 10 احولها هتفرق في القيم بتاعت الكود وكده لا الكود موجود في الايه؟ اه شوف انت لو عايز تحولها تعمل ايه؟ تضرب القيم كلها بكام؟ جذر 10 جذر 10 تمام بس دي تضرب دي خلاص تمام الاسبريس نفسه ايوه ايوه تضرب الاسبريس نفسه بجذر ايه؟ 10 جذر 10 انا نتيجه ايه؟ حسبت كيو اوت وحسبت كيو سي يو ان كراك وحسبت كيو الترا ماكس وراح مقارنه ده يطلع الحاله الاولانيه يطلع ليه؟ الحاله الثانيه انا هتكلم على مين؟ على الحاله الاولانيه لو فاهم كده؟ يبقى الحاله الاولانيه عندي كيو الترا اقل من ايه؟ من كيو سي يو ان كراك طلعت اقل صح؟ مش انا بقول لك لما تطلع اقل بستخدم مينيموم ستير سلندر بي نفس القصه بالظبط دي بي هيبقى برضه ايه؟ مينيموم ستيرا مينيموم ايه؟ مينيموم ستيرا ركز كده معايا انا في السلندر بيم كانت عندي الكائنات اللي بتقاوم قوه الشير كائنات رقصيه انا عندي هنا دي بيم صح؟ الدبس من 60 سم ولا 70 سم ولا حتى 90 سم الدبس كام؟ 3 متر 4 متر فطالما الدبس بيكبر بتلاقي ان اللي بيقاوم الشير ليست الكائنات الرقصيه فقط كائنات رقصيه ومين؟ وافقيه فانا عندي كده هروح اجيب كام مره؟ هجيب مرتين كائنات افقيه وكائنات رئيسيه
في مشكله. طب الكائنات الرئيسيه قيمتها كام والكائنات الافقيه قيمتها كام؟ تعالوا يا شباب، تعالوا يا شباب. طيب شايف هنكتب ايه؟ اريا فيرتيكال مينيمم واريا هوريزونتال مينيمم. ليه انا كتبت مينيمم؟ لان انا عارف ليه اقل من ايه؟ من الجي سي اي كراك. المينيمم دول يا شباب ليهم قانون ربع على 100 البي في الاس في اس دي اسمها سبيسنج للفيرتيكال، دي اللي سبيسنج ما بين الكائنات الفيرتيكال، تمام كده؟ طب والمينيمم برضه ربع على 100 بي في السبيسنج مين؟ الهوريزونتال. مش واخد بالك من حاجه؟ الاثنين نفس القانون؟ الكود الجديد الاثنين نفس القانون، لما تفتح شاكر عندك هتلاقي ان الاثنين مختلفين، ده في الكود القديم، يعني الدكتور هيفرق هيعرف ان انت فاهم او شغال بالكود الجديد ولا لما يلاقي الاثنين دول ايه؟ مختلفين. لو انت عاملهم مختلفين يبقى انت ايه؟ شغال بالقديم، زيرو على طول. دلوقتي دول ايه؟ متساويين، فرايح هناك هتحط القيمتين ودول بيساوي ربع يا باشمهندس على 100، البي اللي هو مين؟ عرض الكاميرا اللي هو 250 مللي بس، مضروب في مين؟ في السبيسنج. السبيسنج السبيسنج المفروض مينيموم صح؟ مينيموم يعني كام في المتر؟ يعني اكيد السبيسنج كام؟ 20 سم اللي هي 200 اهو، المفروض ما يزيدش عن كام؟ عن 200. والمفروض اخد الاقل من ثلاث قيم دول، بمعنى السبيسنج المفروض هم ثلاث قيم واخد الاقل والمفروض ما يزيدش عن 200. تاني كده المفروض السبيسنج هم ثلاث قيم بختار الاقل، لو قيمة الاقل اللي انا اخترتها دي طلعت اكبر من 200 هاخد ال 200. ايه هم بقى الثلاث قيم دول؟ 2 بي 250 بي على 3. انا بقول لك اهو واحده من الثلاثه اللي هتطلع الاقل هتطلع اكتر اصلا من كام؟ من 200. فانت كده كده هتاخدها كام؟ 200. هتاخدها غالي كام؟ 200. هتكون طبعت لي مين؟ الاريا هورزونتال مينيمم والاريا فيرتيكال مينيمم. ركز معايا بقى، ركز معايا ده كده يا شباب الحيطه. ركز الكائن في الاليفيجن تيجي تبص الاليفيجن هيبان خط صح؟ عشان الخط اللي وراه مش باين. يعني ايه؟ يعني انت لما ترسم الكاميرا بالشكل ده كده الكائن هيبقى شكلها كده خط واحد رأس صح؟ بس في ال 3 دي هيبان ايه؟ هنا الكائن عندك كام فرع؟ فرعين. إيه؟ شكل الكائن دي ركز معايا، شكل الكائن دي يكون شكلها كده. ايه رايك؟ بتبقى اثنين حرف يو لازم في بعض، اثنين ايه؟ حرف يو لازم في بعض، ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش كانه واحده. فبالنسبه لي هنا بتبقى الكائن فرعين ولا اكثر من فرع؟ ثلاث فرعين، بس عشان اتقسمت لحتتين فبالنسبه لي الاريا فيرتيكال والاريا هورزونتال بقت بالنسبه لي دي هفكها هتبقى اثنين اريا فاي هورزونتال. الاثنين دي انا عرفت ليه بقى؟ عشان اتقطعوا عن بعض كانت قبل كده وان احنا بنعتبرها ايه؟ كان واحد واحد صح؟ قبل كده كنا ايه؟ بنعتبرها بواحد، هنا انا اعتبرتها بكام؟ ليه؟ عشان انا قسمتها هي ما بقتش شكلها كده. دي كده ما بقتش في دي بي، بقت شكلها عامل ازاي؟ يو يو بقت كام واحده؟ كام حته يعني؟ حتتين، فادي الحتتين مضروب مين؟ في الاريا فاي هورزونتال، وانت حاطط السبيسنج كام؟ يعني انت عايز تقول لي يا باشمهندس انت حاطط خمس كائنات بس انا عايز اعرف قطر كام؟ هتفهم حاجه؟ يبقى تاني انا هنا حولت المعادله دي ليه؟ حولتها ان انا حطيت السبيسنج 200، يعني انا عارف ان هم 5 في المتر صح؟ بس 5 دي مساحه قطر السين كام؟ فاي 10 ولا فاي 8 ولا فاي 12 فاي ايه بالظبط؟ تمام؟ فبالنسبه لي الاريا فيرتيكال هتروح تحولها لي او تفكها لي اللي هي بالنسبه لي كام؟ حتتين اريا فاي هورزونتال ودي سوري اريا فاي فيرتيكال ودي كده بالنسبه لي برضه ايه؟ حتتين اريا فاي هورزونتال صح كده؟ اللي هو اصلا بالنسبه لي الاثنين هيطلعوا نفس البط لان الاثنين نفس القانون صح كده؟ فبالنسبه لي ايه؟ لما تيجي تعوض هتكتب لي دي كده هتقول لي بيساوي يا باشمهندس 2 اريا فاي بيساوي 25 على 100 مضروب 250 مضروب كام؟ في 200. كل ده انا عايز اطلع مين؟ مساحه القطر.
اهو يا باشمهندس ايه يا فوي فيرتيكال بيساوي كام ملي متر سكوير. انا كده جبت مين مساحه القطر صح؟ هي مساحه القطر دي لو طلعت 70 لو طلعت كام 70 طبعا مساحه قطر فاي 8 50.8 فاي 10 78.5 فانا لو قلت لك 70 كده هي اكيد اكتر من كام وفاي 8 هي 50.8 فبالنسبه لي اختار مين 10 يعني انا طالما عرفت المساحه يبقى اذا يا باشمهندس هم 5 فاي 10 يبقى انت من هنا هتقدر تطلع لي مين يا شباب الفاي يبقى جبت المساحه بتاعت القطر هتقدر تطلع لي مين القطر مساحه القطر طلعته يبقى كده هتروح تطلع لي القطر القطر بقى كام 8 8 10 12 وضرب انا بقول لك اهو بالنسبه كبيره بتطلع كام 5 10 دول انا كده فسرت لك اهو بس انت عارف انها هتطلع كام في الاخر 5 فاي 10 مفيش في الديب بيم فاي 8 مفيش في الديب بيم فاي 8 فاهم كده يعني انت بمعنى اصح لو جيت اشتغلت لو جيت اشتغلت وطلعت الاريا فاي فيرتيكال لقيتها اقل من 50.8 تعرف ان في حاجه ايه في مشكله في حساباتك في مشكله في ايه في حساباتك مشكلة كده؟ كده الأول إيه؟ هي مش حتة كبيرة؟ أنت هتعمل كان في الموقع في موقع إزاي؟ بوكس وتوقفها مش تنفع هتجيب اتنين عمال يمسكوها أنا بالنسبة لي لما أعمل حرف يو واحد وحرف يو اليو الواحد عامل إيه برشا؟ هي دي حته تنفيذيه بحت عشان كده هم عاملينها ايه؟ 2 يو عملوها ازاي؟ عملوها ازاي السلندر ايه؟ تبقى صغيره كده بتعرف تشيلها فيها اما دي بارتفاع 3 متر اطول منك ما انت مش هتعرف ايه؟ لو عملتها يو سوري لو عملتها بوكس تبقى تقيله عليك. هي الاسم عشان تساوي اسم الاثنين اه الاسم الاثنين او تبقى كام 200 انا لسه قايل ايه؟ مينيموم مينيموم يعني عارف ان هو 5 في المتر يبقى 200 و200 طب كام بقى فاي؟ فاي كام؟ 5 كام؟ اروح اجيب الايه؟ الاريا اول ما اجيب الاريا ساعتها احدد القطر. طب ممكن احسب القانونين معوض؟ اه مفيش مشكلة هو كده كده القانون واحد بس تجيب لي 200 دول الاسبيس ال 200 عوضي في واحدة طلع الاريا طلع لي 5 في 10 متر يعني تجيب لي كده 5 فاي 10 للمتر شبكة أفقية وشبكة نقصية لازم اكتبها بالاسلوب ده عشان الدكتور يعرف ان انت ايه؟ ان انت عامله كائنات افقيه 5 في 10 متر وكائنات راسيه ايه؟ 5 في 10 متر عشان كده بنقول يعني ايه؟ شبكه اللي هو فعلا تطور خمس كائنات راسيه وخمس كائنات ايه؟ افقيه في مشكله كده؟ دي كده الحاله رقم كام؟ الحاله رقم 1 الحاله رقم 2 بقى يا شباب ان عندي كيو اوبريت ما بين الكيو سي يو انكراد والكيو اوبريت ماكس كل انت حسبت ديت لقيتها ما بين الاثنين دول نتيجه حسبت دي وحسبت دي وحسبت دي الالتيميت كيو سي يو انكراد والايه والماكس لقيت الايه ما بين الاثنين مش كنت قبل كده في السلندر بين ولا يا باشمهندس روح هات كيو سي يو اللي هي الكيو اوبريت اللي هو كيو سي يو على الاثنين وبعد كده كنا بنروح نعوض في قانون تاني بيقول لك ان اريا سفيرا اف ان بي في اس جوه دي كنت انا بجيب القيمه دي بروح اعوض هنا الرقم دي عندي جبت دي بروح اعوض عدد الكتروات كده باثنين والاف ان كنت بقول لك فاي 8 اللي هي 2400 اللي هي 240 والجوه دي 1.15 والبي اللي هو عرض الكاميرا اللي هو 250 وانا هنا بيكون عندي الاثنين دول مجهولين بجيب واحده واجيب الثانيه اللي هي السبيسنج وافرض قطر يعني اللي دي فاي 8 يبقى دي بالنسبه لي كام؟ 50.8 من هنا اطلع مين؟ السبيسنج نفس القصه هعمل نفس الكلام ده في مين؟ في الدي بين بس قوانين مختلفه يعني انا هجيب برضو مين؟ كيو ثيرم وبعد كده هروح اعوض ايه؟ معادله ثانيه نفس القصه طب اعملها ازاي بقى؟ اهو الكيو ثيرم بالنسبه لي في الدي بين بتساوي الكيو اوتموت اللي حضرتك جبتها ناقص كيو سي يو ركز بقى ترجع كل مره كنت بقارن بمين؟ لانك راجل لما اجي احسب الاستيرا هطرح منها مين؟
دي سي يو كراك والدي سي يو كراك بتتمتها 23% جاز دي سي يو على ضغط ركز كده عليها عشان هو الجمله الكود المصري كاتب دي بوينت 12 دكتور في ملزمته كاتب دي بوينت 2-3 فانا خدت ايه؟ فلازم تروح تسال الدكتور هو صراحه في المحاضره دي ولا بوينت 12 طبعا محدش عارف وانا ما احضرش المحاضره ليه؟ انا قارنت حاجه الدكتور بالكود الجديد لقيت حاجه الدكتور كلها زي الكود الجديد ما عدا مين انا بقول لكم عشان انتوا اللي هتذاكروا انتوا ليه لان دلوقتي الكويزات اللي بيعلمها الدكاتره والميد ترم بيعلم الدكتور وفاينل الدكتور كل حاجه دكتور فاحنا اللي مش ماسكين حاجه عشان كده بقول لك اهو دي بالنسبه لي الكود المصري كان هو بوينت 12 الدكتور في مازال حاجه بوينت 2-3 حد ركز في دي مع الدكتور لا يبقى هنركز في مين لازم الدكتور مش كده يبقى بوينت كام بوينت 2-3 2-3 في مشكله كده اروح اعمل ايه اروح اعوض في المعادله الثانيه طبعا دي كلوت انت عارفها والدي سي كان ده خلاص انا جبت كويس هتطلع الاثنين دول من بعض وهتروح تعوض لي في قانون كبير كده شويه دلتا اتش في كيو اس يو اتش دلتا بي في كيو اس يو بي هي بقى كتير اخيرا شوية هو انا مش الكيوز كتير انا طلبت متر يعني انا عرفت فاضل لي كام ترم بقى انا عايز اجيبه اربع ترمات الاربع ترمات دول في منهم ترمين فاكتور يونت تيست دلتا اتش ودلتا ايه ودلتا في الدلتا اتش قيمتها بكام والدلتا في قيمتها بكام الدلتا اتش دي متغيره في الكود الجديد 1 زائد ال ان على الدبس شايفين المعادله دي كلها هنقسمها على 10 والثانيه 9 زائد ال ان على الدبس شايفين المعادله دي كلها هنقسمها على 10 طبعا كل دي فاكتور ال ان وال ان ودي 1 مره ودي 9 مره كده انا عملت ايه؟ طلعت الفاكتور ده طلعت الفاكتور ده فاضلي كام معادله بقى؟ مجهوله هو انا اصلا انا اصلا المفروض ده الاستريس ركز كده انا كاتب مين؟ استريس الكلام ركز كده استريس الكلام استريس الكلام ده يا شباب انا جبته صح؟ المفروض انا عندي كلام كام مره؟ فيرتيكال هورزونتال فاكيد الاستريس الكلام ده هيروح يتقسم جزء للفيرتيكال وجزء لمين؟ للهورزونتال صح؟ طالما جزء فيرتيكال وجزء هورزونتال انا بقى عندي استريس هورزونتال واستريس فيرتيكال والاثنين مجهولين عندي اعمل ايه بقى؟ حضرتك هتفرض واحده وتجيب الثانيه بتعمل ايه؟ تفرض واحدة وتجيب التانية، يعني أنا هعمل كده، أسيوم شبكة أفقية يبقى أنا دايماً بفرض مين؟ في الأفق 5 4 10 للمتر، يعني أنا بالنسبة لي كيو إس يو إتش عارف أجيبها، أجيبها إزاي؟ أهو كيو إس يو إتش بيساوي المعادلة بتاعتي أريا هوريزونتال على البي في السبيس هوريزونتال مضروب في مين؟ إف يل على غرام الصين، محدش يحفظ حاجة، دي قوانين في الكون فاهم كده؟ ركز معايا هي دي اللي هو مين؟ عرض الكفر اللي هي 250 الاس ده مين؟ لسه بقول لك 5 احنا سبيس 200 فاهم كده؟ الاف ايه؟ مش الاريا هورزونتال ده اللي هو كنت بالنسبه لك من شويه كنت بقسمهم لك حتتين يبقى دي بالنسبه لي 2 اريا فاي هورزونتال صح؟ مساحه قطر الفاي هورزونتال مش انا بقول لك فاي 10 يعني انت عارف المساحه اللي هي كام؟ 78.5 يبقى 2 78.5 على 250 في كام؟ في 200 الايه فين؟ دي من جنب الصين باي 10 يعني دي كام؟ 360 باي 15 باي 10 360 باي 8 الوحيده اللي 240 يعني 350 يعني وات ايفر دكتور ده طبعا ما حدش يبقى ذاتي في الامتحان وما يشوفش الايه فيلد في الامتحان السنه اللي فاتت الدكتور اداهم اكبر قلم على قفاهم اداهم الايه فيلد ب 400 الناس كلها مستخدمه 350 يبقى سعيد انا حورتك قلت لك ايه؟ 400 يعني كده تقريبا كانت نص الدفعه جايبه اقل من 15 من 30 والامتحان كان تافه لاعب بس بايه؟ ايه فيلد؟ نقص نص الدفعه يا بيلعب معانا
الفول ده بس اللي كده ما عندهمش ازاي ايه صح ولا لا؟ يعني بالنسبة لي دي بالنسبة لي ما بقتش مجهولة بقت معلومة، بقت المعادلة دي كلها مين المجهول؟ الاستريس بتاع الكائنات الرأسية يبقى دي الاستريس. طبعا هتعوض المعادلة دي اللي هي كيو سيرم هتطلع لي الاستريس بتاع الكائنات الرأسية نيوتن مليمتر سكوير دي ليها قانون بيساوي ايه بقى؟ نفس القانون ده اريا فيرتيكال بي بالسبيس الفيرتيكال مضروب بالاف ايه على مين؟ على جامس بي. انا ده عندي صح؟ ده بقى عندي البي 52 بالسبيسنج ده كده؟ انا هكلم السبيسنج ديز ليه بقى؟ يبقى انا كده اعتبرت الراسي خمس كائنات في المتر بس القطر انت تعرفه؟ يعني انت راح تطلع لي القطر يبقى انت جاي برضه هنا هتطلع لي ايه؟ وانا بقول لك هتبقى 5 على 10 برضه ده بس ايه برضه؟ يعني هنا ممكن هتطلع 10 يا 12 ممكن تطلع 10 يمين يا 12 يبقى هنا دي بالنسبه لي 250 200 اللي في يد بكام 350 15 15 اللي هنا فيرتيكال ده بالنسبه لي مين 2 اريا فاي فيرتيكال هتلاقي ده كله معلوم مين المجهول ساعه القطر هروح اطلع اريا فاي فيرتيكال من متر سكوير صح كده طلعها ايه من متر سكوير ومن هنا تقول لي بقى 5 كام في المتر؟ لو طلعت 70 اللي هي اقل من 78 ونص يبقى كده 10 طلعت ب 90 فا 12 فا 12 يبقى تطلع بالنسبه لك من مين؟ يبقى تقول لي كده اذا يوز 5 فاي فيرتيكال للمتر فاي فيرتيكال حضرتك اللي ايه؟ وهطلعها من الاريا في مشكله؟ اعتقد لغايه دلوقتي تمام مش كده دلوقتي قوانين بترص فيها في حاجه لغايه دلوقتي انت شايف صح لو انت شايف صح انت طويل ايوه انا قصدي الدرس طويل ده لسه تسليم بعتت لي البوينت وانا اصلا ليه علقت على دي ازاي؟ لان انا عارف ان الكود الجديد اكتب لي بوينت 12 كام ده؟ لما عشان كده لو كان عشان لما يحولها تكون انت عارف ان التغيير الوحيد اللي في السكشن اللي قلته هي مين؟ هي دي لازم ترجع للدكتور لان انا عارف الكود الجديد دي بوينت 12 في مشكله كده لغايه دلوقتي يبقى انا كده عرفت الحالتين على فكره صح كده الحاله الاوليه اللي هي المينيموم قانون وهتطلع مين انت عارف ان هي خمسه صح خمس كائنات بس القطر بتاعها انت لو كده كده اقول لك هيطلع 10 نسبه كبيره فبالنسبه لي لما يكون ما بين المينيموم والماكسيموم اللي هو الكيو سي وانكراكت والايه وكيو اوت ماكسيموم ساعتها هتفرض ايه الخطوات دي؟ هيكون عندك اتنين ستريس مجهولين، هتفرض واحد على سنه 5 على 10 متر
والتاني هتروح تطلع له قطر وبنسبه كبيره هيطلع فاي 10 يا فاي كام؟ يا فاي 12. بوينت 12 والله انا قلتها بوينت 12 وموجوده في الكود الجديد بوينت 12. ركز دي بوينت 12 يا بوينت 2 3 بوينت 12 قال كده؟ واثق منك؟ والله مش واثق من حد اصلا. انا سامع. انا ايه؟ ما رجعش كده اسمها حالات خاصة. حالات خاصة دول محللين تمام كده؟ ومحللين الحالات الخاصة دي تمام؟ الدكتور دكتور حالات الخاصة عندك اثنين يونيفورم لود وكونسنتريتد لود بشرط تكون في البوتوم كورد بتاع الكفر. ركز بقى عشان انا هقول كلام مرة تمام؟ الحالات الخاصة عندي حالتين يونيفورم وكونسنتريتد بس يكونوا موجودين في البوتوم كورد بتاع الكاميرا. يعني مش الكاميرا دي عندك في الشكل ده مش ده كان بالنسبه لي البوتوم كورد ده توب كورد في البوتوم كورد لو انا جبت لك في الشكل ده كده 100 كيلو وحطيت لك التوب كورد ركز 10 كيلو متر قلت لك ان الاسبان ده 5 متر والدبس 4 متر. دي ليه؟ حالة خاصة الأولانية. هو أنا بالنسبة لي لما أحول الكاميرا دي بشكل كاميرا خط وسبورتين هتعمل إيه؟ مش هتقول لي تلاقي توتال أشوارنس هو بالنسبة لي الأول وين؟ زي مين؟ ال 10 صح كده؟ إيه تاني؟ تاني مين بقى؟ كونسنتريت دول. كونسنتريت دول أنا بقول لك يا عم في النص 2 ونص. من النص لغاية السبورتين لغاية اللي هي السنتر بارت. خد بالك إيه هنا إيه؟ كونسنتريت دول تم ده؟ 100 كيلو متر. المومنت هنا ده بيقول لي سباعه 8 زائد بي تقل على 4 صح؟ الرياكشن هنا بيساوي مين؟ دبليو في ال زائد مين؟ ار على الاثنين زائد البي سوري على الاثنين. يبقى الرياكشن هنا بيساوي ايه؟ دبليو في ال على الاثنين زائد البي على الاثنين ده الار صح؟ يبقى قيمه الشير فورس بيساوي مين؟ الار ناقص الدبليو في الاكس. دلوقتي تمام؟ حليت كده جبت مومنت وايه؟ وشيل. حليت مومنت وحليت شيل. خلصت المساله لغايه ما انا ايه؟ حليت. في مشكله؟ اول ما تلاقي دي موجوده تحت اعرف على طول ان في كائنات اضافيه. اسمه في ايه؟ كائنات اضافيه للقوه اللي موجوده تحت. هو استنى انت مش اصلا القوه دي خدتها معاك في الشيل؟ اه انا عارف انها خدتها معاك في الشيل تمام كده؟ بس بالنسبه لي القوه دي بالنسبه للبوتوم كورد بضغطها ولا بشدها؟ بشدها. فبالنسبه لي انا خدتها في الشير خدتها في قيمه الشير بس مشكلتي ان ايه؟ ان في حته مشدوده. فالمشدوده دي انا عايز امن نفسي فعشان امن نفسي بعمل ايه؟ بحط لها حديد اضافي. بحط لها ايه؟ حديد اضافي. والحديد الاضافي ده بيتوزع على مسافه 2 دي او 1 متر ايهما اكبر؟ سوري 3 متر 3 دي او ايه؟ او 1 متر ايهما ايه؟ اكبر. بالنسبه لي تبقى متر يعني البيت 250 في 3 يعني 750 مللي والمتر يعني 1000 مللي. فبالنسبه لي مين الكبير؟ هو ايه؟ هو المتر. في مشكله؟ يعني انا بجيب الحديد بتاع القوه دي واركزه عند ايه؟ عند المسافه دي. عند الايه؟ عند المسافه. طب اجيب الحديد ده ازاي؟ لسه قايل لك من شويه ان هي تنشن صح؟ اكس تي بتساوي ايه؟ الفورس اف اي على جامس تي مضروب في مين؟ بلا كلام كده انا جبت مين؟ الحديد نتيجه قوه الايه؟ قوه شد دي هتساوي بص انا هعمل ايه؟ هتساوي مش اللي هي السيره الحركه انا جبتها؟ تساوي بقانون تاني ان اريا فور اريا فور اللي هي ال سي فور يعني ليه انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اطلع على ال سي صح؟ يعني انا جبت القيمه دي 1200 ملي متر سكوير. يا ترى انا عايز احط بقى كام سيكو؟ هستخدم فاي 16. فاي 16 هو كام؟ مساحه قطره 201 يبقى الان بيساوي مين؟ اريا 3 على اريا ايه؟ 3 4 عشان هتروح تطلع مين؟ على المساحه اللي انا هحطها على مسافه مين؟ 1 متر. اللي انا هحطها على مسافه مين؟ 1 متر. كده الحاله الاولانيه مش كده دلوقتي؟ الحاله الخاصه ليه؟ الاولانيه في مشكله؟ تعالى تاني مهندس هنا تبقى كنات ولا حديد بس؟ سيخ كنات ولا حديد؟ حلو حلو السؤال ده. سؤال هو انا الحديد اللي انا جبته ده بيبقى
زياده على الكلام. يعني ده بالنسبه لي اريا 3 اديشنال. اريا 3 اديشنال بالنسبه لي اديشنال. يعني كده جاي لسه قايلها كام شويه، ما انا حليتها وجبت المومنت وشيل وشيل، شفت بقى الكيف بتاعتي وكده كده عرفت ان هي مثلا 5 × 10 متر ايه شبكه سفليه وعلويه، كانت يعني كانت افقيه وعرضيه. فبالنسبه لي القوه الفورس دي عشان بتشد البوتوم كورد بتضاف بالنسبه لي ايه؟ بخاف عند النقطه دي، فبحط لها الحديد ايه؟ اضافه، حديد ايه؟ اضافه، فيعتبر عند الحته دي اللي هي المتر ده فيها كيانات راسيه وفيها مين؟ حديد فيرتيكال اضافه، يعني دي لو مثلا 1200 على 201 هيدي لك هنا كام؟ 6 فاي كام؟ 6 فاي 16، يبقى المتر ده فيه 5 فاي 10 وفي كام؟ 6 اسياخ فاي 16. 6 اسياخ ايه؟ فاي في المتر ده. فانا هرسمها ازاي بقى بمعنى اصح؟ انا هرسمها، انا هرسمها ازاي في الامتحان؟ هقول لك دلوقتي لما جيت في الرسم هقول لك الحالات دلوقتي. في مشكله جايه في الحاله دي؟ المسافه دي هي مسافه توزيع ايه؟ فوق الشمس. 3 بي او مي او 1 متر يوم ايه؟ يوم اكبر. يبقى في المتر ده احط 5 كيانات رقصيه للمتر بالاضافه احط مين؟ 6 اسياخ فاي 16. عندي نفس الايه؟ عندي نفس المتر. طب وبقيه الامطار اليمين والشمال؟ 5 باي 10 متر بس كانت رصيف. ده بس عشان القوه مركزه. ايوه يعني انا لو قلت لك نفس المساله وحطيت لك القوه فوق تحتاج اصلا الخط هنا؟ ده دي بالنسبه لي كل ده بيقاوم مين؟ بيقاوم قوه ايه؟ قوه الضغط اللي فوق. فبالنسبه لي ما يهمنيش، انا يهمني في دي عشان دي تعتبر بالنسبه لي ايه؟ لا انا بشد البوتن كورس فبحط لها حديد اضافي عشان ايه؟ يقاوم قوي. في مشكله؟ الدكتور عمل لعبه في الامتحان وجاب لي كده بالعقل. انا عندي كاميرا، الرياكشن بتاع الكاميرا مش اي كاميرا سبورتها عندنا صح؟ اكيد الرياكشن لتحت ولا لفوق؟ لفوق. اكيد الرياكشن لفوق. فانا لما اجيب لك شكل الكاميرا كده واعمل لك دي كده مين كيلو نيوتن، الكاميرا دي سم ولا دكتور؟ ثانية كده تاني كده الكاميرا اللي ورا دي سيمبل ولا كونتينوس؟ الناس كلها اتخدعت قالت كونتينوس وراحت قالت كونتينوس والمسألة سيمبل. سيمبل ازاي؟ أنا حطيت لك قيمة إيه؟ شكل إيه؟ شكل سبورت صح؟ السبورت ده عمود، العمود رد فعله لفوق ولا لتحت؟ لفوق، فازاي بقى لتحت؟ فطالما لتحت ده معناه إن القوة إيه؟ لا لا شكرا. الناس كلها حل حاجه ثانيه. فهمت؟ قال لك دي 3 متر وقال لك دي 3 متر. ودي بالنسبه لي سبورت عمود مسدود. هو في حاجه اسمها عمود مسدود؟ لا ده معناها ان انا عندي قوه مسدوده، قوه متركزه فين؟ متركزه يعني بدل ما انا عاملها كده عملتها كده. طب ايه معنى هو ايه الحته اللي تحت بس؟ ايه الخطين اللي هم في النص؟ ايه معنى مكان العمود؟ يعني ايه ليه عمل الخط ما عشان يشوفك بتفهم ولا لا؟ السؤال هو في عمود بيشيل تنشن؟ لا تاني كده تاني الشكل ده يا جماعه مش العمود دايما اي عمود في الدنيا مش هو شايل احمال اللي فوقيه يعني اكيد شايل كومبريشن يعني صح؟ في عمود شايل تنشن؟ طب هو ايه رسمه على الخط ما نعرفوش يعني؟ ايوه لازم تفهم ان العمود شايل كومبريشن شايل تنشن فده معناه ان الشكل ده هو الشكل ده مش حاطط عمود. هو ما قالش حتى في راس العنوان ان دي بيم وستو سبورت سابها كده قال لي شوف الناس بتفهم ولا لا. ماشي هو مفيش عمود بيشيل تنشن بس ما هو رسمي. انا مرتبش معايا عشان يفهموا الفكره. هو جاب هنا من حوالي سنتين ثلاثه والناس كلها وقعت فيها قالت ان دي كاميرا تسبان دي مومنت ايكويشن عيش طبعا المساله كلها صفر يلا تحلل حاجه ثانيه اساسي انا فهمت حلها تسبان عملت كده وبالعقل كده في عمود في تنشن كل الاجزاء بتاعتي يعني انا في ذمه كده هعمل كفر هعمل كده هعمل كده مش منتج ايه اهو 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 يا سلام استفدت بايه ده؟ انا كده انا لما انا اثبت لك لما بتعملوا لي سبورت بتشيلوا لي ستيج بس حاجه صح؟ مش موجود يكون في رياكشن في نص الواضح برضه لا اصل هو طالما راسمه ليه طالما مش موجود؟
طب هو مفيش عمود بيشيل شد، ما هو مفيش مبروءة بس ده رسمه ليه معناه ايه؟ معناه ان انت فاهم يبقى دي فكرة في السحاب جابها حاجة جابها يعني عشان ما تقوليش ان هي جابها اللهم اني بلغت مفيش حاجة اسمها أقصى عادي سيك في المتر عشرة عشرة زين طبعا موقف استهدف في حاجة اسمها في الكود المصري يقول لك ايه؟ يقول لك ان المسافة بين السيك والتاني لازم المسافة ما تقلش عشان ما يحصلش تعشيش ما تقلش عن واحد ونص ماكسيم اجري سايز يعني الزلطة أكبر زلطايا اللي هي بتبقى مثلا 3 سنتي ضربها في 1.5 يعني كام؟ يعني 4.5 قول 5 سنتي يبقى من وش السيخ لوش السيخ لازم ألاقي كليرانس 5 سنتي اللي هي 4.5 يعني اللي هي كام؟ 5 سنتي طب 5 سنتي بالنسبة للمتر أنا أقدر أحط 20 سنتي هي مالهاش علاقة فاهم كده؟ يبقى ليها علاقة بمين؟ دي حاجة ماتيريال فاهم كده؟ مالهاش علاقة بالخرسانة في مشكلة كده في الحالة الخاصة رقم واحد في حال في مشكلة كده في حال خاصة رقم واحد يبقى انا كده خلصت اول حالة خاصة انا عندي كام حالة خاصة؟ حالتين الحالة التانية بقى الحالة التانية نفس الحالة الأولانية اللي لسه قايل لك ايه؟ انا عندي حالتين فاهم كده؟ ده يكون يونيفورم لود او كونسنتريتد لود بشيل بالبوتون كورد بتاع الايه؟ بتاع الكاميرا الحالة الأولانية أنا قلت إيه؟ كونسنتريت دي بالنسبة لي بقى يونيفورم كاميرا زي دي عشان أحولها لكاميرا خط السبورتين هي الكاميرا خط السبورتين اللود اللي عليها اللي هو الدبليو دوت بيساوي إيه؟ 10 و20 يعني كام؟ 30 كيلو نيوتن ما تنساش تجمع عليها مين؟ لون وين؟ في مشكلة؟ قالي في كونسنتريت لود؟ لا صح كده؟ يعني المومنت بيساوي إيه؟ دبليو ريست على 8 تمام كده؟ قيمة الشير بتساوي مين؟ الرياكشن اللي هو ده بيبقى على الاثنين ناقص ده بيبقى الايه في الاكس يبقى قيمة الشير فورس الار ناقص ده بيبقى مين؟ في الاكس ده بيبقى مين؟ توتال كده انا جبت ايه؟ كده انا جبت قيمة الشير فورس وجبت المومنت اللي هو دبليو ال سكوير على 8 اروح اصمم مومنت اروح اصمم شيف واروح اطلع حديد للمومنت واطلع اطلع ايه كائنات للشيف طبعا اشوف الحاله الاولانيه ولا الحاله الايه الثانيه خلص تمام كده اروح اشوف مين البوتوم كورد لقيت البوتوم كورد في مين في لون يبقى هروح اعمل القصه الحاله القصه رقم كام رقم 2 طب ما لقيتش يبقى خلصت المساله واروح ارسم مش كده طيب طالما موجود لود في البوتوم كورد اروح اجيب لها حديد ازاي عشان لسه قايل من شويه ان كونسنتريتد لود بجيب لها حديد واوزعها على مسافتها طب طالما ده يونيفورم ده معناه ايه؟ ان هجيب لها حديد واوزعها على ايه؟ على مسافتها كلها تمام؟ طب اجيب الحديد ازاي بقى؟ اريا سي بيساوي نفس القصه الدبليو بوتو خلي بالك انا ما قلتش اديشن خلي بالك ما قلتش يعني انا بنسبه كبيره ايه؟ مش هجمعها تمام كده؟ هعمل حاجه ثانيه دبليو بوتو مع اف اي جاما سي مضروب في بلا كلام مش القيمه دي طلعتها بالملي متر سكوير ال اس تي ماكس كام عارف تمام كده
بعد ما جبت الاريا السيلف دي هروح اقارنها ان قانون تاني ان اريا فور هو هنا مش اليونيفورم لود موزع على كامل الكاميرا يعني انا اكيد عايز اعرف اول حاجه يا ترى هتوزع كام في المتر صح؟ انا بقول لك هتوزع 5 في المتر مش كده يبقى انا عندي الاريا سيلف فور اللي انا جبتها من فوق وانا عارف ان هي 5 سيات فاضل لي ال ان هنا بالنسبه لي الكاميرا كام فرع؟ او بمعنى صح كام حته؟ مش الكائنات الرئيسيه كنت بقول حتتين فبالنسبه لي الاريا دي كام؟ 2 من هنا هروح اطلع مين؟ اريا فور صح كده؟ الاريا فور دي شايفها هنعمل ايه؟ اريا فور فيرتيكال اريا فور ايه؟ فيرتيكال هروح اطلع الاريا فور فيرتيكال واطلع قيمتها مليمتر سكوير مش انا طلعت اريا كده؟ مش انا طلعت اريا؟ اريا فور فيرتيكال هو انت مش الكائنات طب كنت مطلع لك برضه اريا فور فيرتيكال؟ بس انا كان عندي كام كيس؟ 2 كيس صح؟ انا هقول لك كيس رقم 1 وكيس رقم 2 كيس رقم 1 منهم وكيس رقم 2 مين؟ هتعرف انت بالنسبه لك حصل انهي كيس؟ لو طلعت الكيس الاولانيه اللي هي المينيموم وطلعت ايه؟ كيس المينيموم مش انت بالنسبه لك طلعت اريا فيرتيكال 1 نتيجه اللود اللي تحت ومطلع اريا اصلا فيرتيكال نتيجه الشيل صح كده؟ في الحاله دي هتشوف لي اكبر ما بين الايه؟ ما بين الاثنين وداخله شوف لي ايه؟ اكبر ما بين الاثنين يعني دي اريا 4 فيرتيكال بتاعت الشيل واريا 4 فيرتيكال بس بتاعت مين؟ اللون اللي تحت انت خدت مين؟ الاكبر كده انا جبت مين؟ الاريا الاكبر اول ما تجيب الاريا الاكبر روح ساعتها جيب لي القطر الفيرتيكال وانت كده عارف ان هي كام؟ 5 فاي مين بقى؟ انت هتطلعها 5 ايه؟ فاي اللي انت هتطلعها مش كده يا ولد تاني تاني انا عندي كام كيس للشير؟ 2 صح؟ انا هنا طلعت ايه يا فاي؟ طلعت ايه؟ حديد رأسي بس كنات هو فيرتيكال كنات الحديد الاريا دي مش انا اصلا مطلع حديد للكنات؟ صح كده رأسيه؟ نتيجه الشير صح؟ انا مطلع اريا فيرتيكال نتيجه الشير وانا دلوقتي مطلع اريا فيرتيكال نتيجه اللود اللي تحت بالنسبه لي الاثنين دول مش دي ليها قيمه ودي ليها قيمه هاخد الاكبر في حاله كيس مين؟ اللي هي اقل منه اللي هي زون اللي هي اقل من كيس يو بانك راك اللي هي بالنسبه لي مين؟ المينو هاخد الاكبر من الاثنين دول يبقى انا كده جبت مين؟ مساحه الكائنات مساحه قطر الكائنات اللي هستخدمها في الشير الرأسي مساحه قطر الكائنات اللي هستخدمها في الشير مين؟ الرأس فاهم كده؟ في مشكله؟ بس انا عارف ان الشير الرأسي انا عارف ان هو كام؟ 5 فانا عايز اعرف 5 فاي كام؟ طالما جبت مساحه قطر يبقى هعرف اجيب ايه؟ قطر السيك نفسه وكده كده هحط قطر السيك يبقى كده 5 فاي فاي فيرتيكال لمين بقى؟ للمتر في مشكله؟ يبقى انت عندك كام واحده؟ 2 واحده نتيجه اللود واحده نتيجه الشير اللي انت حسبتها على اساس ان هي طلعت مينيم تمام؟ طب لو طلعت الثانيه مش انت طلعت برضه ال فاي فيرتيكال دي نتيجه مين؟ اللود صح؟ هتجمع عليها الاريا فاي فيرتيكال نتيجه مين؟ الشير ودي كده بالنسبه لك اريا فاي ايه بقى؟ اريا فيرتيكال ايه بقى؟ توتال. ايه الفرق ما بين الاثنين كده؟ الحاله الاولانيه انا خدت الاثنين اريا وقارنتهم ببعض وخدت كبيره وانا عارف ان هي 5 فاي ايه؟ التوتال اللي انا هطلعه. في الحاله الثانيه جمعتهم. في الحاله الثانيه ايه اللي حصل؟ جمعتهم فانا لازم في حته الشير اكون متاكد ان انا الزون دي ولا الزون دي؟ في الزون اللي هي المينيموم ولا الزون اللي هي ما بين المينيموم والايه؟ والماكسيموم عشان لو الدكتور جاب لي اللود تحت انا عايز اعرف هستخدم دي هاخد الاكبر ولا هجمعهم على بعض وانا لما اجمعهم على بعض بالعقل كده بقى لما انت تجيب اريا فيرتيكال للدور اللي هو اللي تحت زي الاريا فيرتيكال دي في الشيء مش بنسبه كبيره الاريا دي هتطلع كبيره نعم بنسبه كبيره انت لما تيجي تطلعها هيطلع 5 كده كده بس هنطلع كام؟ بنسبه كبيره تطلع فاضي ان انت تجمع الاريتين مع بعض فيديك قيمه اكتر من كام ده؟ من فاي 10 هتستخدمني فاي كام؟ فاي 12 في مشكله في اللي انا قلته؟ ده ممكن يعني ممكن تجمع الاثنين ويطلع برضو ايه؟ اكتر من 8 بتاخد ال 10 بس ده الفكره في مشكله اللي انا قلته دلوقتي بقى
في الحلقة دي. وانا في مش في الحالة دي كده دي اكبر من دي سي اكتر دي مش الحالة دي هي دي اكبر دي اصلا ده اللي هي دي هي ولما تطلع على ايه اللي هيحصل انت عارف مين اخد منه صح فلما يكون في لود تحت هروح اجيب له كرات فالكرات دي بالنسبه لي هاخد الاكبر من الاثنين لان بالنسبه لي نسبه كبيره مش هيعدي تعالوا كده مش شرط اما بالنسبه للحاله اللي تحت هي اصلا اوريدي اكثر في سيو فاضي ده يعني كده اوريدي هي شغاله تمام كده فاكيد هنعمل ايه نجيب الاريا هجمع الاثنين اهو حاول في مشكله كده لغايه دلوقتي بتشد البوتو ده اللي انا خايف منه بس ان هي لما تشد البوتو احتاج حديد يدور فيها زي كده وانا اوريدي هنا ايه يا جماعه رجع في سؤال في سؤال في سؤال زمان انت جابتها هنا ركز معايا هو مش انا قلت لك عندي تو كيس حالات خاصه ان يكون عندي كونسنتريتد او يونيفورم طب لو الدكتور جاب الاثنين ايه المشكله يعني لما الدكتور يجيب الاثنين انت عندك حاله اليونيفورم هتشوف الفيرتيكال اللي هي الكائنات الرئيسيه وتشوف يا ترى مينيموم ولا مين ما بين الاثنين اما الكونسنتريتد انت بتبيع قانون ثاني اللي هو كان قانون ايه بقى؟ اللي هو كان الاي اس تي بيساوي فورس فورس يعني تنشن يعني على مين؟ اف ال اللي هو اصلي مضروب مين؟ بيقول لك ده وبعد كده بتقارنيها او بتساويها في ان الاي اس تي ليه؟ الفور عشان تروح تطلع عدد مين؟ عدد الرسالة هو هنا هنا لا ليه علاقه بالشير؟ حاله الكونسنتريت دول كنت بقارن بالشير بكائنات تحت الشير يعني دي حاجه ودي حاجه يعني لو الدكتور جاب الاثنين في الامتحان هتجيبي دي بتاعت الشير وتحطي كائنات صح؟ ودي بالنسبه لي هتجيبي العدد بتاعه وتحطي ايه؟ على مسافه مين؟ واحد متر يعني ممكن تجيب الاثنين دي مشكله بس في واحده هتكون متعلقه بالشير والثانيه اكنه حديد قد ايه شمال كنه حديد ايه؟ اديشن يعني ده اديشن اما ده مش اديشن ده ليه علاقه بمين؟ الشير الشير الفيرتيكال في مشكله كده؟ حلو قوي ايه اللي فيه المومنت؟ ايه اللي فيه الشير؟ تمام في البدايه خالص ده مومنت صح كده ده مومنت مين اللي خطوه الشير تمام كده قيمه الشير اللي هي مين الفيوتر تمام كده الفيوتر رحت عملت خطوات الشير وشفت يا ترى هي الكيس دي ولا الكيس دي طلعت كانات الكانات بقى دي هقارنها بمين بقى بالكانات اللي انا جايبها في اليونيفورم جبت الشير ومومنت ما شاء الله المومنت ده خلاص خلص تمام كده؟ أنا هتكلم على التسليح اللي هيفهم التسليح بتاع الكاميرا سيمبل والكونتينيوس هيبقى ليها علاقة بس التسليح مين؟ النيجاتيف فأنت لو فهمت ده هي بالنسبة لك بقى سهل أوي هو تسليح بيني وبينك محفوظ تمام؟ بس محتاج شويتين كده صغيرة تمام؟ دلوقتي أي كاميرا أنا بسلم لها التلفزيون وسايد فيو اللي هو كروس سكشن تمام كده؟ بس ده التلفزيون سواء ده او ده دي كده كاميرا سوبر باد دي كده كاميرا مين سيم هي كاميرا سيم هي كده الكاميرا سيم دي اي كاميرا ليها دي تخيل وكده فالتخيل ده اللي هو عرض مين عرض دي فانا كده لما هعمل اقول له يا دكتور دي كده بالنسبه لي المسافه دي اسمها ايه؟ ال دي اللي انا كنت مسميها لك هنا كام؟ 4 متر والارتفاع اهو الارتفاع ده كام؟ اللي هو الاتش اللي هو ال 4 متر والعرض كام؟ 250 الرسم 250 كام؟
يعني دي لو 4 مدونة صفر دي 4 مدونة صفر معنى صح طبعا المفروض دي تبقى مربعة 4 في 4 تمام يبقى انت لازم يقال في الامتحان ايه مربعة طبعا انا برسم كده عشان ايه لو الدكتور ادالك مثلا دي 6 ودي كام 4 في مشكلة كده عشان نبقى اللي احنا بنرسمه معقول شوية خلي لك دي كام 6 عشان تبقى شكلها ايه مستقيم طيب بس سكيل واحد كام 50 يعني 12 سنتي في 8 سنتي الكروس سيكشن برضه سكيل واحد 50 بس دي تبقى كام في نص متر لا احنا دايما هنعملها 1 سنتي يبقى كام اصل لو عملتها لي لو عملتها لي نص سنتي مش باين حاجه يعني هي دايما كام 1 سنتي كده كده الارتفاع نفس الارتفاع 8 سنتي 8 سنتي في مشكله كده مفيش مشكله نيجي لاول حاجه ايه المومنت الكاميرا المومنت الحديد بتاعي يا باشمهندس طلع 8.16 طلع كام؟ 8.16 اول ما تطلع حديد المومنت روح احسب حاجه كده احسب حاجه اسمها الان اقصى عدد سيادة الصفر واحد دي ناقص 25 على فاي زائد كام؟ 25 هيطلع النسبه دي مثلا 5.5 تطلع كام؟ مثلا 5.5 قرب ليه اقل؟ قرب ليه؟ للان هتبقى كام؟ يبقى انا كده هحط خمس اسلاك فين؟ في الصفر ركز كده معايا خمس اسلاك في الصفر خمس اسلاك في الصفر وانا عايز احط 8 8 دي يا شباب 8 دي مش ده كروس سكشن؟ ده كروس سكشن انا في كروس سكشن يبقى شكله كده بحط اول صف خمسه 1 2 3 4 5 وتاني صف احط مين؟ لو عملتها لي 3 احنا بنحط الصفوف اللي بعد كده اللي بعد اول صف سكين في الصف الواحد سكين في كام؟ في الصف يعني ده كده الصف الثاني هيبقى مين؟ سي و سي فاضل لي كام؟ سي عملت كده ده الصف رقم كام؟ 3 لو عملتها كده هتيجي غلط ليه بقى؟ لان دايما لازم ايه؟ سكين يبقى من الاخر اول صف بحط فيه مساح عادي بعرض الكاميرا بس الصف الثاني ثالث رابع بحط دايما كام؟ سكين واحد يمين واحد ايه؟ واحد شمال ليه؟ عشان لما اجي اصب ما يحصلش ايه؟ تعشيش ليه اشمعنى هنا نعمل كده والسلندر عادي من نصها؟ لان السلندر دبسها 60 70 80 فكده كده الدبس انا اقدر وانا بصب الخرسانه تقدر تنزل دبسها صغير وانا شايفها بعيني اما الحيطه ارتفاعها 3 متر انا فوق وبصب ايه اللي ضمنني لما اعملها صفين 5 و3 ان الحديد الكاميرا الخرسانه ما تنزل ما تعشش هنا مثلا بسبب الدبس الكبير وانا بصب انا مش ضامن الحديد الخرسانه اللي تحت هتعمل تعشيش ولا لا مش ايه مش ضامن ليه بقى كمان لان انا بالنسبه لي هنا في عندي كيانات افقيه وكيانات راسيه فبيبقى الحديد مغرق الكاميرا تمام فبالنسبه لي بتبقى ايه بتبقى مشكله فعشان كده احنا عشان نضمن ان ما يحصلش تعشيش بنخلي دايما اول صف نحط فيه ايه؟ نص عدد نسيان، انا قلت كام؟ نص عدد نسيان، مش ده 8؟ يبقى انا احط 4، اهم حاجة طبعا النص ما يعديش مين؟ 5، يعني ما الاقيش مثلا دي 10، ولا اقول لك 12، والنص 6 وانا عندي 5. تمام كده؟ يبقى بمعنى صح ان انا اختار عدد لازم بعد كده الصف الثاني والثالث والربع 2 2 2، وان الاقي صف ملوش فيه سيخ واحد، لازم الاقي فيه كام؟ سيخين، في مشكلة كده؟ حلو قوي يبقى ده كده ايه؟ اول نقطه انا عايز اقولها يبقى 8 يبقى انا احط كام؟ 4 وبعد كده 2 صح؟ ادي 4 ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 صح كده بعد كده 2 1 ادي 2 ادي 1 ادي 2 في مشكله في دي؟ طب تعالى ده حطه في الاليفيجن وفرده حطه فين؟ في الاليفيجن وفرده الأربعة دول يا شباب في التلفزيون هيبقى شكلهم كده. شايفين الرجل دي يا شباب؟ التسليح السفلي، التسليح السفلي بيتوزع على مسافة 0.15 من الاتش. 0.15 منين؟ من الاتش، يعني الاتش ده 4 متر، 0.15 يعني كام؟ 60 سم يعني لا كده دي عايز ايه؟ ما تحسبهاش اطلع لي دي سنتي بالرسم انت بترسم؟ عشان انا هفرق مش انا السيخ ده 6
يعني هفرده كده واحط عليه كده 4 4 16 في مشكله كده؟ يبقى ده بالنسبه لي يا شباب 4 5 16 ايه تاني؟ مش كده؟ صح كده؟ الصف التاني الصف التاني لسه قايلها كده شويه التسليح السفلي بيتوزع على مسافه كام؟ بوينت 15 اتش يبقى شكله عامل ازاي بقى؟ شايف روح ركز كده في الديفيجن ليه عملت النقطه دي؟ ليه بقى؟ السيف ده شباب بيكون داخل شايف النقطه دي معناه ان هو داخل في عرض الكاميرا مش الكاميرا دي اللي هي العضله صح كده؟ ده العرض صح اللي هو لما يجي لاند فبالنسبه لي السيف ده بيكون داخل في العرض وراجع تاني في زمان الكاميرا شكله عامل ازاي؟ شكله كده ده كده عرض الكاميرا ده كده داخل تاني شايف ده كده؟ شايف الشكل ده؟ الشكل ده ركز ركز دول سكين دول سكين صح؟ يعني السيك ده ماشي وبعد كده ماشي ايه؟ جوه السبورة كان داخل في عرض الكاميرا وبعد كده راجع تاني دول السكين دول تحت بعض صح؟ طب السكين دول برضه داخل في السبورة وداخل في عرض الكاميرا وطالع لي تاني يعني يبقى كده يبقى اللي يحصل؟ السكين دول شايفهم؟ هما الاثنين اللي تحت هما اللي على اليمين والاثنين اللي فوق هما اللي على الشمال يبقى عندك يمين وايه وشمال على اساس اللي بيحصل الاثنين بايه بيحضنوا العرض بيخشوا في العرض يعني السيج ده شايف السيج ده كده شايف بيمشي 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 طول الكاميرا صح بعد كده بيخش في العرض بعد كده يرجع تاني مش كده كده طبعا مش ده قصدي الصف اللي فوق ده كده السيك الاولاني وده كده مين؟ السيك اللي وراه التانيين بقى دول هيبقوا نفس القصه اهو كده وايه اللي هيحصل؟ الاثنين بيقفلوا في العرض الاثنين ايه؟ بيربطوا في العرض بيخشوا في العرض ويرجع تاني في الاسبان اهو يخش في العرض وبعد كده يرجع تاني فين؟ في الاسبان طب سؤال يعني عايز تعمل دي كام دي كام دي كام دي كام صمت كده صمت يعني كده في مشكله حلو قوي بس مثلا القيمه دي كام 2.16 القيمه دي كام 2.16 في مشكله كده كده انا خلصت الحديد المومنت ولا لا اه خلصت الحديد المومنت فاضل لي مين شير صح راسي واوفر صح تعالى دي بالنسبه لي انا هبتدي بالكلاس راسيه تدي ايه الكائنات الأصلية دي أول الكاميرا دي آخر الكاميرا يعني أنا بالنسبة لي هحط كانت في الأول وهوزعها طلعت معايا 5 في 10 للمتر يبقى الخط اللي بره ده هو خط مين؟ كانت يعني دي كانت بتكون شكلها عامل إزاي بقى؟ بتكون شكلها عامل كده والكان اللي وراها شكلها عامل كده فين الكانت؟ العرض ده بيكون عامل ازاي بقى؟ يعني انا بشيل ده كده طبعا انا خلاص فهمت. شكل تفريد الكانة مين؟ الرأسية، مش هي دي الكانة الرأسية اصلا؟ اللي هي كده. بالنسبة لي كام؟ 5 باي 10 للمتر دي 5 باي 10 للمتر مش كده كده؟ هتكتب لي عليها ايه؟ شبكة رأسية. اوكي؟ رأسيه لان هي تعتبر دي اول كانت بعد كده بتتكرر 5% فانا هعمل ايه؟ ارسم في اي جنب او اي مكان ارسم 5 جنب بعض رأسيين اهو ده واحد ده اثنين ده اربعه ده خمسه عايز عليهم كده واطلع بره واخد 5 4 10 كده لغايه دلوقتي دي كده كام؟ 5 فاي 10 للمتر ركز كده معايا هو مش دول 5
بس بالنسبة لي للسايد الواحد يعني كده ليه؟ مش في اصلا الخط ده هو اصلا اوريدي اتنين في بعض صح كده؟ فانت لما تيجي 15 متر تكتب لي ايه؟ وان سايد وان سايد وبهنا برضه تكتب لي 15 متر ايه؟ تو سايد اكيد يبقى في 5 وراهم 5 في مشكله كده؟ في مشكله؟ كده خلصت مين؟ الكائنات الرأسية فاضل لي مين؟ الأوفقي الأوفقي اللي هو بالنسبة لي شايف فوق هو أنا في المومنت كلمت لك على حاجة اسمها LST داش؟ ما اتكلمتش فده يدل إن في الكاميرا الجديدة دي مفيش حاجة اسمها LST داش في حاجة اسمها إيه بقى؟ إن خطوط الرأس دي هي الكائنات الأفقية هي ليه؟ الكائنات الأفقية يعني بالنسبة لي يا باشمهندس أول خط فوق حضرتك هتحطه في الفيلم بقى سفر بينه وبين ما بين الكاميرا اللي هو الكفر زي ما بنقول عليه زي ما احنا بنقول عليه كفر دي كده بالنسبة لي أول خط ده اللي هو بالنسبة لي مين؟ الكائنات ليه؟ الكائنات والأفقية رسمت خط ارسم لي يا عم أي اتجاه أي مكان كائنات أفقية واحد اثنين ثلاثة دي أربعة دي خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة طوي عشرة من متر في مشكلة كده بقى دلوقتي يبان كان ايه كان هورزونتال بس طبعا لو انت عايز ترسم لي الخط ده جسمين تحتيهم أربعة على أساس إن الخمسة أهو تمام مفيش مشكلة بس أنا لازم أقفله ايه بفوق على أساس إن أنا أعرف الدكتور في فوق ايه اسمها ايه اللي سداش اسمها كان هل كده الكان دي بقى اسمها كان افقيه شكل الكان الافقيه عامل ازاي انا كده فرطت المومنت البوست وفرطت الكائنات الافقيه وبين لي ايه تفكيك الكائنات الافقيه اللي هو لسه الضغط يا شباب كان صفايا 10 ملم مشكلة. انت كده رسمت الليفيجن وفرطت الحمد لله فاضل لي مين؟ فاضل لي الكروس سكشن فاهم؟ ركز في الجمله اللي الدكتور بيحب قوي ان انت تكون مهندس هو مش القطر ده فاي 16 القطر ده فاي 10 مش الكائنات الافقيه دي الكائنات دي هتبان هنا نقط صح؟ هتبان نقط محدش بيرتفعها في بعض اللي هيعمل لي كده بص يا باشمهندس الواحد 2 3 4 5 الحمد لله اول ما اشوف كده ما شاء الله صفر على طول رسمت كروس سكشن هحط على دي مثلا 5 هحط لك على صفر على طول ليه؟ انا عارف 4 متر وانت بتقول لي في 5 في المتر يعني 5 في 4 في 20 نقطه وانت حاطط لي لا ما تخلوش يلاحظ النقط يعني زود اهو انا لما ابص كده هقدر اعد ال 20 مش هقدر اعدهم رصوا له نقط خلوكوا اسئله بحيث ان هو يبص لا كتير حلوين صح على طول ولا ما هزرش النقطه الثانيه اللي بيحبها الدكتور ده فاي 16 وده فاي 10 صح؟ قطر ده شايف انا عامل ازاي؟ ده انا عامل ازاي؟ لا دي حنطفه دي اقسم بالله كان بقوله بص عليه بالحرف واحد بالحرف النقطه بتاعه الكود فاي 16 اكيد مليون في الميه اصغر من مين بس مش هكبر النقطه اصغر نقطه ايه ده ايه مشكله في الرسم في مشكلة في الرسم؟ أول إيه؟ 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 أول
تمام. في مشكلة عندي؟ في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ هو مش في حاله خاصه يونيفورم مش في عندي حالتين خاصه واحده يونيفورم واحده كونسنتريت صح. هو مش اليونيفورم ليه علاقه بالفيرتيكال الفيرتيكال سبيرال وانا رسمت الفيرتيكال يعني انت اكيد لازم تكون عامل حساباتك على اساس ان انت تاخد لو المينيموم تاخد الاكبر لو كان ما بين المينيوم والماكسيموم هتجمع الاثنين وانت عارف ان هي 5 هتشوف القطر وتحط يبقى اليونيفورم انت عارفها دي كده انت راسمها اصلا. الفكره فين بقى الكونسنتريت والكونسنتريت شكله يكون عامل ازاي. مثلا انا الكونسنتريت دولت هنا دي زي ما قلت لك المسافه دي 6 متر وقايل لك ان المسافه دي كده 2 متر دي مشكله وطلع عدد الاثيال بتاع فوز تنشن دي 6 × 16 6 كام؟ 6 انا كده من الناحيه دي كده من الناحيه دي في كام؟ 6 × 16 قوه الشد دي انا عايز 6 صح؟ هو مش بالعقل ده كده بالنسبه لي هي طلعها عرض اللي هو 25 مللي فطالما انا عايز عند نقطه معينه 6 سياح يبقى اكيد في سايد في سايد في سايد زي بالظبط زي بالظبط مين؟ الكان الايه؟ الكان الرأسية عشان انا اصلا عايز احط حديد رأسي اديشنال حديد ايه؟ رأسي اديشنال نتيجة الكونسنتريت دول ده عايز حديد رأسي اديشنال فانا اكيد احط مين؟ احط 3 × 3 لان انا كده كده ايه؟ اوريدي عمري ما هعمل كده وكلهم 6 هم الجنب التاني ايه؟ فانت لازم كده ايه؟ تقسمهم بمعنى اصح لازم القوة دي القوة دي لما تجيب العدد حاول تجيبه دايما زوج انت لو مجبتوش زوجي انا اصلا هقسمه 3 جنب و3 جنب فاهم قصدي؟ 3 جنب و3 جنب الثلاثة جنب ده وثلاثة جنب ده هزورهم زي في الاليفيجن كده دي قوة الشد صح؟ اللي هي المفروض مسافة كده صح؟ المسافة دي متر شايفين الثلاثة دول؟ الثلاثة دول معناهم ان هم 6 اصلا هنك بقى شكلهم ازاي بقى شكلهم هيبان هنا بص بص شكلهم 3 × 16 اللي هم الطويلين بقى اللي هم 6 × 16 بس شايف شكلهم عامل ازاي داخل في العرض وبعد كده داخل في مين في الارتفاع تاني خلي بالك هنا دخل في العرض وبعد كده دخل في الاسبان اما هنا دخل في العرض بس دخل في الارتفاع فرق بين الاثنين دول. هو انا ليه بقسم مش فاضي فين شد ده العرض صح؟ شدالي العرض ده؟ صح كده؟ شدالي العرض بس في نقطه معينه يعني ده لو الاسبان وده كده النقطه بشد دي فانا اكيد اشد العرض ده كله فانا اكيد هحط نص الحديد يمين ونص الحديد ايه؟ شمال مش كده كده؟ بشمهندس هو الرجلين دي اللي هي الارتفاع كلها سنتي؟ سنتي اي حاجه سنتي يبقى انا كده دي 3 × 16 × 3 × 16 بس في الالفيجن لازم تبين النقطه دي يبقى النقطه دي معناها ان هو ايه؟ ان هو داخل في الارتفاع طب هنا في الفيرتيكال الكلام دي الفيرتيكال انا بينت نقطه؟ لا ده يدل ايه؟ ده يدل ان هو سيك داخل في العرض بس مش داخل في مين؟ في الارتفاع يبقى من الاخر كده النقطه دي معناها ايه؟ معناها ان هو راجع تاني للمسار سواء في الاسبان سواء في الارتفاع حد فاهم حاجه؟ لا ما تمشوش ده لسه دي كده سيم فاهم كده؟ انا حاسس ان كونتينيوس حاسس ان كونتينيوس بسرعه بس هركز في مين؟ في النيجاتيف خلي بالك انا رسمت كروس سيكشن واحد صح؟ اكيد الكروس سيكشن ده عند الماكسيموم مومنت بص دي ماكسيموم مومنت بص يعني انا هنا في الحاله دي لو عندي كونسنتريت لود هنا اكيد اكيد هنا الماكسيموم مومنت هيبقى عند النقطه دي لان شكل الكفر دي كده هنا في يونيفورم وهنا في كونسنتريت وانا لسه قايل لك ايه؟ ان الماكس مومنت عند مين؟ عند الزير الشيل يعني بمعنى اصح الشكل ده ممكن انت حضرتك ترسمه لي كده وتروح ترسم الشيل
اللي هو تطلع كده 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 بعد ما ادور البورتال ده هو فين عند النقطه دي يعني انا صح لازم تجي هنا كده تقول لي ده كده شغل بيس سيكشن رقم 1 ده كده سيكشن رقم 1 ليه انا بقول الكلام ده لان الكاميرا توز بان عند بوزيتيف ونيجاتيف رقم كام سيكشن واحد في البوزيتيف واحد في مين النيجاتيف في مشكله في حد قال لي اسم داش لسه ايه فاهم كده هو انا لما جبت المومنت في الروم ده كان اسم داش ليه بقى انا بالنسبه لي ايه اسم داش هي كانها تصبيه هذا السؤال امسح مسألة توز بين انت هتتخض من الرسمة انت بتضرب دايما كام؟ 2 في 51 فالسبعة دي يعني 14 سم الستة دي يعني 12 سم يعني هيبقى شكلها 26 سم يبقى شكلها كبير قصاده ليه؟ الدكتور دايما بيحب السكيل 51 او سكيل 1-25 كاميرا زي دي لو رسمتها 1-25 هتبقى كبيرة قوي تمام؟ عشان كده احنا دايما بنقول لك ايه؟ ترسمها 1-50 تمام؟ السيمبل وانت بترسمها لو الابعاد الدكتور اداها لك الكاميرا سيمبل سبانها 4 متر يعني بتضربها في 2.8 سم ممكن ترسمها بسكيل 1.25 ليه بقى؟ لان هتبقى بدل 4 متر لا 8 سم ده 16 هتبقى برده معقوله تمام؟ اما بالنسبه للتو سبان لو انت رسمتها لي سكيل 1.25 يعني كل سبان تضربه في 4 هيبقى كبير قوي تمام؟ فانت مضطر تجيب اصلا لوحه كبيره تخش لي الامتحان بلوحه ايه بقى؟ بلوحه مش A3 تخش لي بلوحه A2 تمام؟ في مشكله كده؟ فانت كده هتخش من الامتحان بلوحه ايه؟ A2 وش الاولاني هتحل فيه مومنت ديستريبيوشن كراك ويدث والوش الثاني هتحل لي فيه مين؟ الدي بي تمام كده؟ الدي بي متوقع ان هي في ايدك عمرها ما هتقل عن ساعه الا ربع بسبب الرسم مش بسبب خطوات التصميم خطوات التصميم انت لما تحل مره واحده سم ومره واحده كونتينوس هتلاقي ان الموضوع ايه سهل لذيذ يعني مفيش مشكله تمام المشكله في مين في الرسم اللي هتطول معاك شويه في الرسم حاول تتخطب اقل حاجه ممكن تقعد ربع ساعه فيه لان انا بقول ربع ساعه انت هتقعد فيه اكتر يعني لو مش مدرب في البيت مش هتخلص الامتحان طبيعي جدا اتفضل متاخر وانت برسمه ولا ممكن ايه هو بيدخل روكي ده انا ماسك لك على الكوب كبير وصغير قول لي سمك روكي هو انا اللي برسم روكي لا طبعا بالمسطره هو الرسم عليه كم درجه طيب؟ عليه 30% من المساله؟ كبير ما عشان كده كنا عاوزين ننجزه على طول ساعة الا ربع كتير جدا ده هنسيبه لك ركز معايا يبقى يا شباب التوز بين انا شكلها عندي شكلها كده عندي مومنت بوزيتيف ومومنت مين ومومنت نيجاتيف ام 1 ام 2 ام 3 كل واحد كله تفكيك مختلف على اساس ان ايه 6 و7 على اساس مثلا انا دلوقتي مختلف دي 8 16 ودي 10 16 ودي 12 16 دي اللي انا جبته للمومنت والكانت طلعت 5 في 10 تعالوا بقى نشتغل ازاي ده 8 16 صح؟ هروح اجيب ايه اول حاجه؟ البي مرتين ونص على الفاي ده 25 25 وفاي ده 25 عشان نطلع ايه؟ اقطع عدد زياده تستخدم واحد تلاقي يا عم 5 و 2 يعني 5 انت هتحط لي كام بقى؟ 4 حط كام؟ خلي بالك دايما حاول تخلي الصف الاولاني لو ما تقولوش فاهمني خالص انا كده ما تقولوش فاهمني يعني هي قالت 5 5 دي يعني بقى لي كام؟ 5 5 دول هحطهم صف تاني صف تالت 2 صف رابع 1 تمام كده؟ فلازم ايه؟ خلي دايما الصف الاولاني يزود عشان بعد كده ما كان عايز بقى يزود اصلا عشان بعد كده شفت انا قلت ايه عايز بقى يزود يعني معنى اصح العدد اللي انت هتطلعه حاول يكون زود يعني العدد بتاع المومنت حديد المومنت حاول تطلعه زود ما هو انا لو طلعت ده 9 طلعت ده ايه 9
هيبقى بالنسبه لك ممكن تخلي اول صف كام؟ خمسه. خمسه وباقي 2 و2. يعني انا قصدي ما تثبتهاش، حاول تفكر شويه. في مشكله كده؟ يعني لو تسعه عادي، في ناس يقول لك ايه تسعه هخليها 10، براحتك على القصف برضه. ركز في اللي انت ايه بتعمله. هو الدكتور بيحل امتحان، دي مشكله. هو بيعمل موديل انسر وبيعلم على الفاينل انسر. بيعلم على الفاينل انسر. هو عارف كل حاجه. ايه السؤال؟ ايه عارف كل حاجه؟ على ايامي كان اللي بيعلم الميد تيرم والكويزات كان المعيدين. تمام؟ فعشان كده احنا جبنا درجه كويسه. احنا جبنا انا شخصيا جبت 80 من 80. فعشان كده ايه؟ داخل الفاينل استعد للامتياز. ابسط حاجه. دخلنا اعلى واحد فينا ناقص 50 درجه. اعلى واحد فينا. وانتوا عارفين المهندس محمد مصطفى في المساحه هو ده الوحيد اللي جاب اعلى واحد فينا. يعني كنت المهندس احمد فتحي والمهندس كرولوس وانا فاهم. فالفكره كلها ان ايه؟ ان الفاينل الدكتور بيقص. فاهم كده؟ عشان كده في الفاينل انا هاجي في التنكات بيسجل صح؟ انا هاجي في التنكات في التنكات. انت عندك نوعين من التنكات ريكتانجلر تانك ريكتانجلر تانك وسيركلر تانك. التنكات ريكتانجلر او سيركلر ليهم ثلاث انواع. تانك فوق سطح الارض يعني مرفوع عن سطح الارض. طب مثلا في الدور الثاني الدور الثالث اسمه اليفيتد تانك. وتانك ثاني على سطح الارض اسمه ريستد تانك. وتانك ثالث تحت الارض اسمه اندر جراوند تانك. فانت عندك ثلاث انواع في التنكات سواء ريكتانجلر سواء ايه؟ سيركلر. الريكتانجلر اللي هيشرحه او اللي بيشرحه دلوقتي الدكتور محمد ابو زيد. تمام؟ انت ان شاء الله مهما هتحل في المساله دي او تفهم ان شاء الله يعني احنا هنفهمك كل حاجه. بس الفكره كلها انت مهما تحل هتكون في الفاينل. المساله دي لو جت عليها 30 درجه في الفاينل. فانت كده كده لو جبت 15 او 20 من 30 ده كان بالنسبه لك فير انف. اهم حاجه في مين بقى؟ في جزء الدكتور الثاني اللي هو دكتور علاء الشريف. هيخش في جزء مين؟ السيركلر تانك. المساله دي عليها في الفاينل 60 من 120 نص درجه الامتحان. ودي مساله طويله زي الدي بيم. شايف الدي بيم طويله بس انت في الاول وفي الاخر لما تحل مثالين او ثلاثه هتلاقي بالنسبه لك ان شاء الله سهل. السيركلر نفس القصه هتلاقيها طويله هتاخد في ايدك ساعتين ونص حل بالرسم. فاهم كده؟ هي طويله اهي بس سهله وده وتضمن درجاتك. فانت الفاينل داخل على اساس ضامن المساله دي. تمام كده؟ ضامن المساله دي يعني المعنى الصح الفاينل بيكون كام مساله؟ ثلاث اسئله زي الميد تيرم بس الفاينل ثلاث اسئله مساله ريكتانجلر تانك. يعني يعتبر اللي انا شرحته من اول دلوقتي لغايه بدايه الترم مش هيجي اصلا فاينل. يبقى المساله الاولانيه ريكتانجلر، المساله الثانيه سيركلر، المساله الثالثه حاجه اسمها تغطيه او زلازل. هندرس ان شاء الله درس بعد الدرسين اللي هو الريكتانجلر تانك والسيركلر تانك هندرس زلازل على التانكات. ده الدرس رقم ثلاثه. والدرس الرابع اسمه تغطيه تانك. هو انا مش التانك لسه قايل من شويه ان انا بغطيه ببلاطه صح؟ وممكن يتغطى ببلاطه او بحاجه اسمها دوم. عارفين قبه الجمل؟ ده اسمه دوم. فاهم كده؟ يبقى انا غطيت تانك بقبه الجمل. النوع الثالث من التغطيه حاجه اسمها كون، بيبقى بلاطه مثلثه. انا قصدي الكلام اللي انا بقوله ده كله الزلازل والتغطيات سهلين والسيركولار سهلين. الثلاثه دول بتاع دكتور واحد اللي هو دكتور علاء الشريف اللي هو اصلا هو الجزء بتاعه طويل شويه بس سهل في الامتحان. تمام؟ المشكله كلها في مين؟ المشكله دلوقتي ان الميد ترم الاولاني هيبقى على الاربع دروس دول، الميد ترم الثاني هيبقى على الريكتانجلر تانك، يعني بتاع الجزء دكتور مين؟ ابو زيد الاولاني. فيعتبر الميد ترم الاولاني والثاني والكويزات 80 درجه على دكتور رقم واحد، وفي 30 درجه من الفاينل على دكتور برضو ايه؟ رقم واحد اللي هو 110 درجه. فاحنا عايزين من 110 ديت ما تقلش بقدر الامكان عن 60 من 110. لو جبت 60 من 110 ده بالنسبه لك كويس. 60 ده معناها ايه؟ ان انت تجيب 20 20 ها؟ 20 في مين؟ في الفاينل اللي هو اصلا انا بقول لك ب 10 وهتبقى في اعمال لسه هتجيب 50. يعني جبت 50 من 80 ده تمام و10 من 30 تمام. فانت جمعت دول ده تمام. انا بخوفك عشان حاجه ان الدكتور ده مركز معاك قوي. السنه اللي فاتت مش مركز، السنه اللي فاتت مش مركز، السنه دي هو مركز معاك مش العدد قليل مش عارف ليه. مع ان انتوا اصلا بتحضروا اللي يوصل لي ان انتوا بتحضروا. ما اعرفش بقى الكلام ده احنا بطلناها والله بس هو مركز معاك مش فاهم ليه. فده هو مركز معاك. انا دلوقتي بحاول ايه؟ اقول التريكات. فبقول التريكات في الدروس السهله. يعني انا لما اخش في التنكات انت هتكره حياتك. فاهم كده؟
بسبب حاجه واحده، ان خطواتها طويله. يعني التانكات سهله برضه، بس انا بقول لك ان التانك المساله دي خطوه من التانك اللي هم اصلا 10 خطوات، فاهم؟ عشان كده بقول لك ايه، ركز من تضمن درجات في ال 100 ترم الاولاني. طب هو ال 100 ترم والكوزات ال 100 ترم عليكم درجه، فاهم كده؟ فخلي بالك دلوقتي توز بالك الرومز البوزيتيف 8 و10 و12، فاهم كده؟ والكائنات سواء افقيه او راسيه 5 في 10 ملم. طبعا انا ايه عارف كده ايه التسليح صح؟ فانا همسح ده كله ليه؟ عشان نفرط التسليح يعني انا عامل هنا 8 هنا 10 هنا 12 كل ده فاي كام؟ فاي 16. تعالى بقى نشتغل. ده 8 تسليحات صح؟ ال 8 تسليحات حط الصف الاولاني كام؟ 4. تعالى الصف بوست جنش مش كده كده؟ دول الأربعة خمسة. طبعا الطول ده هو الطول ده، يعني محدش يعمل لي ده اعملها كده وهتنقص، اعملها الناس الطول اللي انت ايه حاطه في الاليفيجن ده كده كده يا شباب. 4 باي 16 فاضل كام؟ 2 و2 صح؟ ده هو ادي الاثنين الاولانيين وادي اللي فيه التانيين، دي مشكلة؟ كروس سكشن كده أنا عارف إن دي كام بالنسبة لي الكلام إيه؟ الرأسية. بحط أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين واحد اثنين 8 فوق 16 العرض ده 250 الدبس ده 4 متر لازم تحطه إيه مرتين، دي مشكلة كده دلوقتي؟ حلو كده أنا خلصت مين؟ ده كده شايف إنك هكتب عليه؟ سكشن رقم واحد اللي هو بتاع المومنت البوست الاولاني. ده كده سكشن رقم كام يا شباب؟ واحد، مش كده؟ ده مومنت بوست رقم كام؟ اثنين، هيبقى سكشن رقم كام؟ طبعا سكشن واحد يساوي سكشن اثنين في حاله المومنت اليمين هو المومنت الشمال. يبقى انا هنا في المساله بتاعت هقسم كام كام كروس سكشن؟ ثلاثة، واحد بوستيف، واحد بوستيف، واحد نيجاتيف، اثنين بوستيف وايه؟ واحد نجم. سيكشن رقم 2 انا عايز كام؟ 10 صح؟ اللي هو احط كام بقى؟ أربعة. بعد كده احط كام بقى؟ 2 و2 بطلع من بوتن كور 0.8 اتش
وبيتوزع على مسافه 0.4 لتر. يبقى اول سي للمومنت النيجاتيف بيكون على ارتفاع كام؟ 0.8. ويتوزع من عند 0.8 فيما تحت على مسافه كام؟ 0.4. اللي هو ايه؟ حديد النيجاتيف. تمام؟ تعالى كده. ده كروس سكشن مومنت بوزيتيف. ده كروس سكشن مومنت بوزيتيف، صح؟ تعالى نرسم الكروس سكشن بتاع الايه؟ بتاع المومنت النيجاتيف. الحديد نيجاتيف نص من الاول للاخر والنص بيمشي مسافه الا على 3 يمين والا على 3 شمال. شايف شايف انا قلت ايه؟ الا على 3 يعني 6 يعني 6 على 3 يعني كام؟ يعني 2 متر. دي 7 على 3 يعني كام؟ 2 متر مثلا 3 متر. ده اللي هو ايه؟ نص الحديد. مش قلت لك 12؟ ال 12 ده هيبقى 6 و6، 6 من الاول للاخر. ايوه 6 من الاول للاخر. ده كده سكين ولا سكين؟ بمعنى صح، هو المومنت النيجاتيف اقدر احط صف في اكتر من سكين؟ ما ينفعش. انا لسه قايل من شويه ان انا كده لما اجي اصب انا بالنسبه لي مش عايز حديد ايه؟ في النص. يعني الحديد النيجاتيف بالنسبه لي الصف في سكين ولا في اكتر من سكين؟ دايما سكين. يعني عندي 12 سي، يبقى انا عندي كام صف؟ 6 صفوف. فاهم كده؟ كام صف؟ 6 صفوف، واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال. في مشكلة؟ يبقى يعتبر الخط ده بالنسبة لي كام سي؟ سكين، واحد الوش، واحد السايد ده، واحد السايد ده اللي وراه، ادي واحد. ادي اثنين. ادي ثلاثة، التلاتة دول مش بالنسبة لي ست سياف؟ اللي هو النص، نص ال 12، فاضل لي مين؟ ستة، ستة هيبان لي برضه كام؟ ثلاث خطوط على طول. واحد ايه؟ فهمت ليه مسافه توزيع النيجاتيف مسافه كبيره؟ عشان اصلا كده كده ايه؟ هو مش الصف احط مثلا فيه اربع سياق، لا ده الصف دايما ايه؟ سكين. فاهم كده؟ فبالنسبه لي كده كام صف؟ ست صفوف. هبينها هنا ازاي؟ دي ست صفوف على مسافه كام؟ 0.8 انش، يعني احط الواحد الاثنين ثلاثه الاربعه خمسه سته سبعه 8 9 10 11 12. في مشكلة كده؟ والمساحة طبعا ما بين السيك واللي وراه اللي هو الكفر يعني. كل المصري قال لك نص الحديد من الأول للآخر والنص الثاني إيه؟ بيبقى المسافة إلا على ثلاثة يمين وشمال. في مشكلة كده؟ طب أنا بقى عايز أفرد الحديد ده، مش ده النيجاتيف؟ تعالى أنزل كده تحت يفردوا لي. هيفردوا إزاي؟ ده كده بالنسبه لي نيجاتيف بشيله كده. مش انا هنا بينت نقطه؟ يعني اكيد انا شايف بس مين دول؟ بس بص المجموع اللي بينزل كام؟ 6 من الاول للاخر، فاضل لي كام؟ فاضل لي 6 تانيين اهو. هتحط تسيب لي خط واحد بس وتقول لي عليه كام؟ 6 باي 16. في مشكلة كده؟ يبقى أنا كده فرطت الجزء. فرطت مين؟ النيجاتيف. في مشكلة كده بقى دلوقتي؟ لا، فاضل لي مين بقى؟ الشيل. نفس القصة بقى، مش ده زبان، ده زبان. هحط لي خمسة ايه؟ رأسيين يمين وشمال. طب والافقي؟ هترسم لي خمسه افقي بس اكيد مش في نفس المكان، يعني لا يشتغل شويه ينزل لي تحت شويه، يبقى ترسم لي الخمسه ايه افقي من هنا ويبقى شكل الافقي ده شكل الافقي هيبقى كام؟ خمسه وخمسه وان سايد. الراسي هو بره خمسه وخمسه ايه؟ فير سايد. في مشكله؟ في نقطه، انا هنا مش ده سكشن واحد، ده سكشن اثنين. ركز في الاول، سكشن رقم واحد مش هنقطع في النص، وانا لما قاطع مش قطعت تحت اللي هو الثمان اسياف، فوق بقى هنا انا قطعت كام سنه؟ سته. قطعت كام؟ سته، ما قطعتش ال 12 بتوع النيجاتيف كلهم، ما
غلط كام سي؟ 6 اللي هو كام صف؟ 3 صفوف. يعني هنا سيكشن رقم 1 لازم ابين له ادي نقطه يا باشمهندس، واكيد النقطه دي اللي هي على ارتفاع كام؟ 0.8 الاتش. يعني اكيد المسافه دي كام؟ وادي نقطه وادي نقطه، يبقى دول كده بالنسبه لي مين؟ 6 5 16 بتوع مين؟ بتوع المومنت النيجاتيف. بتوع مين؟ المومنت النيجاتيف. طب اكيد الباقي بقى اللي هي بالنسبه لي اللي هي حديد مين بقى؟ الكائنات المخطيه. يبقى بالنسبه لي بتاعتي نقطه صغيره، ها؟ كان دول كبار، يبقى الباقي نقطه صغيره. ايه؟ نسبه كبيره مش هتحصل زي ده. ده 2 و3 صح؟ الاثنين وثلاثة دي مستوى كام؟ 3.5. استحالة تطلع ايه؟ 3 دول. 3 دول يعني. بالظبط. كان كده؟ طب هي قالت حاجة؟ أنا قلقان منها شوية. قال هنا في كونسنتريتد لود؟ مفيش كونسنتريتد لود صح؟ يعني هو مش لما يكون في كونسنتريتد لود انا لسه قايل ان الماكسيم مومنت عند الزيرو شير، فاكيد الزيرو شير هيبقى عند كونسنتريتد لود. ده لو في كونسنتريتد لود واحد بس. فلو كونسنتريتد لود افترضنا جدلا كونسنتريتد لود على مسافه 2 متر، مسافه كام؟ 2 متر. مش الماكسيموم مومنت هيبقى على مسافه كام؟ 2 متر صح؟ طب لو على مسافه 5 متر، لو المسافه عند 5 متر مش هيبقى يكون الماكسيموم مومنت عند مسافه 5 متر؟ فانت ممكن تقطع الثلاث دول ولا لا؟ فاهم حاجه؟ يعني دي اصعب الحاجات اللي ممكن تحصل، بس يعني ما حصلتش ولا سنه. ماشي؟ ساعتها هيبقى هنا مش هيبقوا 3 بس، هيبقوا كام كده؟ هيبقوا 6. تمام؟ ده سيكشن 1، ده سيكشن 2، طب ما هو سيكشن 2 برضه دي مين؟ 3 في اللي برضه 3 1 2 3 1 2 3، والباقي اللي هو 5 بقى 10. طب وده نيجاتيف صح؟ ركز بقى هنا بقى مهم قوي. هو انا النيجاتيف هقطع هنا؟ هقطع هنا بينت ال 12. لما اقطع تحت هيبان ليه؟ كله. اه كله صح كده؟ اللي هو بالنسبه لي كام يعني؟ اكيد اللي اكبر من الاثنين. اكيد ليه؟ اللي اكبر من الاثنين ليه؟ هو مش الصف ده. هو الصف ده. الصف اليمين هو الصف الشمال، يعني الاثنين هيبقوا كده صح؟ الاثنين هيبقوا كده. فانت لما تيجي تبص ايه اللي هيحصل؟ هيبان الصف ده والصف ده النقطة واحدة. النقطة ايه؟ واحدة. فانت لما تيجي تبص من هنا هيبان 1 2 3 كام نقطة؟ 3. ولما تيجي تبص هنا هيبان كام نقطة؟ 3 برضه على فكرة، لأن أنت شايف 1 2 وفي واحد ظاهر عندك. هيبقى برضه كام؟ 3. فبالنسبة لي باصص من هنا باصص من هنا أنا قطعت في النص. فأكيد ده صف واحد، ده صف واحد وده برضه صف. يعني أنت هتبين لي هنا كام واحد؟ 1 2 3 4 وأدي 3، 1 2 3، 1 2 3، والباقي في النص. الكلام صح كده؟ فرض لي كان طبعا بالشكل الكبير بالشكل الصغير، سواء كان أقصية سواء كان أفقية مع الحديد بتاع المونتاج اللي أنا إيه صلحته. لو في كونسنتريتد لود هتحط عنده الحديد بتاعك، فكده نص ونص.